صباح السعادة والخير وجمال على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم سعيد علينا كلنا بإذن الرحمن، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد لن تخلو من الكلام عن كل ما هو قادم فيما يتعلق بمشوار النادي الأهلي سواء محليا أو أفريقيا. صباح الفل عليك يا هوا. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. صباح الهنا والخير على حضراتكم اكيد جميعا. حلقه جديده واخر الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وملفات كتيره اكيد مهمه جدا، وهنتكلم برضو في ملف الساعه زي ما اتقال وماتش السوبر، لان كان في كلام كتير الايام اللي فاتت، هل الاهلي هيواجه يعني الزمالك ولا هيكون في انسحاب من قبل الزمالك؟ واعتقد ان النهارده الموضوع بقى كونفيرمد او معلوم لدى الجميع بقرار رسمي، الزمالك بينسحب والاهلي اكيد هيواجه بيراميدز، وهنتكلم في تفاصيل كل هذه الملفات وهذه الامور. على كل حال معانا فقره اولى النهارده، فقره مهمه مع الاستاذ محسن لملومه ناقد الرياضي، هنتكلم مع ملفات كتيره جدا معاه، وفقره اخرى مع كابتن فتحي نصير اللي هينورنا، نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي كمان بالاتحادين المصري والافريقي، وبرده ملفات كتيره جدا هنتكلم فيها. خلينا نخش قبل ما ندخل على الهواء لحضراتكم بلحظات، كنت بتكلم عن هواند بقول لها ان انا خدت بالي ان اليومين ثلاثه اللي فاتوا كان في مجموعه تعليقات يعني محتواها ماشي في سكه ان انتوا بتتكلموا في ايه؟ ماتش السوبر بين الاهلي والزمالك على اي اساس؟ ما الزمالك مش هيشارك في هذا اللقاء. طيب احنا لا نملك غير ان احنا نتكلم على اساس المفترض انه يحصل، لكن لغايه لما يثبت العكس، لغايه لما يتم الاعلان وبشكل رسمي من الجهات المعنيه بما يثبت العكس او بما يفيد بمتغير ما في المعادله دي، هنطلع ونتكلم. وده اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا، احنا كنا بنتكلم على ان المفترض ان ماتش الاهلي والزمالك هيكون هو لقاء السوبر، لكن اي حاجه غير كده لازم الطرف المعني هو اللي يعلن ده وبشكل رسمي. فده اللي حصل تحديدا النهارده. بقى هنتكلم معاكم طبقا للمستجدات، هنقول لكم ايه اللي جاي. اللي جاي طبعا يعني مبني على اللي حصل امبارح بشكل او باخر. امبارح الاتحاد المصري لكره القدم اعلن بشكل رسمي ونهائي ان بيراميدز هيكون هو البديل للمنافس لمواجهه الاهلي، وكمان حدد موعد سفر بعثه فريق بيراميدز الى العاصمه الاماراتيه ابو ظبي النهارده ان شاء الله في الساعه 6 مساء. هيشارك بيراميدز في كاس السوبر المصري بصفته وصيف الدوري الممتاز في الموسم الماضي بعد اعتذار الفريق المنافس عن عدم المشاركة في هذه البطولة، وأكيد هتكون مباراة الأهلي بطل كأس مصر وبيراميدز وصيف الدوري فرصة قوية وكبيرة للجماهير لمشاهدة مباراة قوية جدا، خاصة يعني لو خدنا في الاعتبار ان الاهلي توج بلقب كاس مصر على حساب بيراميدز في بعد طبعا ما فاز عليه بنتيجه 2-1، فاكيد هتكون مباراه قويه جدا، اكيد هنشوف من خلالها كره قدم ممتعه باذن الرحمن، واكيد بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا. بص النقطه اللي انت اتكلمت فيها قصه ان البعض بيتكلم لو انتوا بتقولوا ايه ما الزمالك مش هيكون موجود، الكلام ده كلام انشا، يعني وقتها ما كانش في قرار رسمي. تاني احنا في اعلام، لما بنيجي نتكلم في الاعلام ما بنتكلمش وفقا لاهواء شخص او فئه، ما بنتكلمش وفقا لرغبات بعض الاشخاص، مفيش حاجه اسمها كده. لما بتيجي تتكلم او بتقول خبر، الخبر ده لازم يكون خبر موثق، خبر رسمي طالع من الجهه الرسميه. لغايه امبارح لما انا وكريم كنا مع حضراتكم على الهواء ما كانش في قرار رسمي صدر بذلك، لكن في الايام او عفوا مش في الايام، في الساعات اللي كانت لاحقه للبرنامج على مدار اليوم امبارح كان في بقى تجديدات وكان في مستجدات، واللي حصل ان فعلا في قرار رسمي صدر من الزمالك، وبفكره هنا الرغبه في عدم المشاركه بقى في الانسحاب، سموها زي ما حضراتكم عايزين، لكن طبعا امر في الاول وفي الاخر ليس افضل شيء، ليست افضل صوره. وعلى كل حال وفقا للقوانين زي ما كريم كان بيتكلم، لما بيكون في انسحاب من طبعا احدى الفرق اللي هي الاساسيه بيكون طبعا الوصيف اللي بيحل محله، ده اللي حصل مع بيراميدز. الاهلي بالنسبه لنا وخلينا احنا نركز في نفسنا، بدا اولى تدريباته طبعا بعد وصوله بالامس زي ما كنا بنغطي مع حضراتكم الامارات استعدادا عشان يواجه بيراميدز على كاس السوبر المصري. طيب كان في استقبال برضو الاجواء نحكيها لحضراتكم، في استقبال الفريق كان موجود في المطار سياده السفير احمد منيب القنصل المصري بالامارات، وكان في وفد من مجلس ابو ظبي كمان الرياضي، وكانوا حريصين جدا على استقبال طبعا بعثه الفريق وتذليل كل العقبات، يعني اعتقد ده دايما بيكون موجود وروح دايما وصوره دايما بتكون محترمه موجودة. بدأت التدريبات كمان بدون راحة على طول على ملعب بيبعد تقريبا 15 دقيقة من فندق الإقامة، وأعتقد دي حاجة كويسة جدا. كل الجماهير عينيها طبعا على مباراة كأس السوبر، كلنا عينينا على مباراة كأس السوبر، ما بيفرقش معانا مين المنافس بالمناسبة، يعني إحنا كنادي أهلي مش فارق معانا مين المنافس خالص، انسحاب منافس، وجود منافس، ده منافس قوي، منافس ضعيف، منافس في نفس المستوى، منافس أفضل، ما بيفرقش معانا، إحنا كده كده هنلعب، إحنا كده كده ملتزمين، إن شاء الله يوم الجمعة تكون مباراة قوية وتحسم لصالح النادي الاهلي. انت عارفه يا هواند انا واحد من الناس يعني لما بشوف اللغط اللي كان حاصل مثلا الكام يوم اللي فاتوا، والنوع ده من الاحداث بيخليني بطبيعه الحال احن الايام
ما كانش فيها مساحة أصلاً إن يحصل حاجات من الصنف ده. يعني كان بيبقى دايماً لقاء الأهلي والزمالك هو لقاء القمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى أياً كانت البطولة اللي هما بيشاركوا فيها. كان يعني مصر كلها بتبقى قاعدة متمسمرة قدام التلفزيونات وحتى جنب المحطات يعني الإذاعية جنب الراديوات بيتفرجوا على الماتش، لأن دايماً لقاء الأهلي والزمالك بعيدا عن ان هو دايما دي خصوصيه شديده، بس انا قصدي اقول لك عمرنا ما كنا بنسمع النوع ده من الامور او النوع ده من الاحداث. خصوصيه ومتعه يا كريم، والاهلاويه يقعدوا يلاقوا الزملكاويه والعكس. اقول لك على حاجه، انا صعبانه عليا، انا ليا اصدقاء كتير جدا على فكره زملكاويه، وفي كل بيت مصر في زملكاوي واهلاوي يا جماعه، عادي يعني ما فيش مشكله، عادي جدا. انا عندي ناس صحابي كتير زملكاويه كانوا مسافرين يا حرام، وسافروا بالفعل طبعا وخلاص طبعا، يعني طبعا التذاكر وحجزته. هي دي النقطه، يعني المتضرر في الاول في الاخر انا لا اعتقد هو النادي الاهلي، يعني انا لا اعتقد تماما المتضرر من هذا الانسحاب او عدم التواجد النادي الاهلي خالص خالص. انا بتهيالي دي حاجه تضر المنافس مش احنا. فبالتالي تاني هرجع اقول انا صعبان عليا الجماهير اللي كانت متحمسه، اللي دفعت فلوس كتير عشان تروح، الناس اللي كانت منتظره اداء رائع من الفريق بتاعهم، اللي كانت منتظره فوز وكاس السوبر من الفريق بتاعهم، كل ده يعني مش احنا اللي زعلانين على فكره خالص. ف كل واحد حر ولا ايه؟ على كل الاحوال تعالوا نتكلم كمان في تفصيله جديده على صعيد اخر. يعني النادي الاهلي تلقى خطاب من الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، اكد فيه ان مباراه الاهلي امام الترجي في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا ستقام يوم 13 مايو. طبعا الكلام ده بعد ما سبق وحدد الكاف احد يومي 12 او 13 مايو لمباراة الذهاب. كمان أكد الكاف أن مباراة العودة ستقام في القاهرة يوم 20 مايو بعد برضو ما سبق ويحدد الكاف أحد يومي 19 أو 20 مايو لإقامة مباراة العودة. بالتوفيق أكيد لفرقتنا في هذه البطولة. أكيد طبعا. تعالوا بقى نروح لملف آخر ونبعد شوية عن كرة القدم، لأن امبارح كان معنا هذا الخبر تحديدا، كنا بنتكلم عن ميار شريف. للأسف امبارح ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس بطولة مدريد للماسترز بعد الخسارة من اللاعبة البيلاروسية هي إيرينا سابلينكا. وكنا اتكلمنا عن إيرينا شوية واتكلمت مع حضراتكم، عندها 24 سنة مصنفة ثانيا أو الثانية على العالم في الدور هنا ربع النهائي. بنتكلم يعني رغم فكرة برضو تفوقها أو تفوق هنا ميار شريف المجموعة الأولى بواقع تقريبا كانت 6-2، خسرت للأسف المجموعتين اللي بعد كده. وفي كل الأحوال ميار نجحت في كتابة التاريخ بالتأهل أصلا لربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، ودي بطولة يعني عظيمة جدا وكبيرة جدا زي ما بتقال ذات الألف نقطة كمان. وقدمت بصراحة للي اتفرج من حضراتكم أو تابع المباراة، مباراة كانت قوية جدا، وبنقول لها على كل حال بالتوفيق في اللي جاي، وكانت مباراة قوية وكنت مشرفة في الأول وفي الآخر. مش مشكلة الواحد يخسر يا كريم مباراة، مش مشكلة الواحد يخسر في فيس في حياته أصلا، بس الفكرة كلها إن أنا لما بقع لازم أرجع بسرعة أقف على رجلي مره ثانيه. ده اللي بيفرق البني ادم القوي من الانسان الضعيف. مش مشكله، كلنا معرضين لده، كلنا حصل في حياتنا وكلنا هيحصل في حياتنا ده، بس الوقعه لازم بعدها يجي قومه بسرعه. والرياضه دي الطبيعي فيها. فعلى كل حال فخورين بماير، كان نفسنا تكسب بس أكيد. نورمال أكيد. يعني ما فيش مشكله، البنت مقدمه رانكينجز عظيمه لحد ما لحد هذه اللحظه. ما ده يخليكي متاكده انا هوند ان هي ان شاء الله هتعمل اللي انت بتقوليه. هي طالما وصلت للمرحله دي وهذا المستوى العالمي في عالم التنس، الحقيقه اكيد هيبقى عندها قدره ان هي حتى لو خسرت لقاء او خسرت لقب او خسرت بطوله ترجع مره ثانيه تقف على رجليها. دي واحده من الناس اللي مشرفانا على المحافل على الصعيد العالمي بالمعنى الحرفي للكلمه. الحقيقه اكيد بنتمنى لها كل التوفيق في كل ما هو قادم ان شاء الله. اعتقد شويه بقى فيه يعني الى حد ما استقرار في فكره خلاص ارتفاع درجات الحراره في فصل الربيع تحديدا، اللي هو كان متقلب الفترات اللي فاتت هويك الايام اللي فاتت بشكل ملحوظ بشكل كبير. يعني هنروح فاصل النهارده، الانترو بتاعنا مش طويل لان احنا معانا ضيفين طبعا يعني في غايه الاهميه، وفي ملفات كتيره جدا عندنا عايزين الوقت الكافي عشان نقدر ان احنا نناقشهم يعني في كل الامور المتعلقه طبعا بماتش السوبر وغيره من ملفات ايضا الهامه. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره ثانيه في عشاء الصبح في الاهلي، ودلوقتي جه موعد يعني الاخبار المختلفه للنادي الاهلي طبعا زي ما احنا عارفين، وكمان الفرق المختلفه. وزميلتنا العزيزه روزان نصر دلوقتي هي اللي موجوده معانا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. روزان صباح الخير عليكي طبعا، وسامعينك لو معاكي اخبار طبعا خاصه بالنادي الاهلي وكواليس او تفاصيل اكيد اتفضلي.
الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة موجودة معاكم طبعا من النادي الأهلي فرع الجزيرة لنقل كل الأخبار المتعلقة سواء بكرة القدم أو الألعاب الأخرى. هنبدأ طبعا يعني بأخبار يعني الفريق الأول لكرة القدم أكيد تحت قيادة مستر مورس الكولر. خلاص يعني انتهى الجدل، وبيراميدز بشكل رسمي هيلاعب طبعا الأهلي في السوبر المصري بعد اعتذار طبعا نادي الزمالك عن المشاركة بشكل رسمي. يعني خلينا كمان نقول انه بيراميدز بيشارك في السوبر كون وصيف الدوري الموسم الماضي، بينما بيشارك النادي الأهلي بصفته بطل كأس مصر. تقام طبعا المباراة يوم الجمعة 5 مايو المقبل، وهتنطلق في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، وبيستضيف ملعب محمد بن زايد هذه المباراة. طبعا كل التوفيق لنادينا النادي الأهلي في هذه المباراة. سلة رجال النادي الأهلي من بطولة دبال بيحققوا فوز صعب على فريق كيب تاون الجنوب أفريقي بنتيجة 91-75 في ثالث مباريات تصفيات مجموعة النيل بدوري أبطال أفريقيا التي تقام طبعا كالعادة في صالة حسن مصطفى بستة أكتوبر. وجاءت نتائج الفترات الأربعة كالتالي: 30-20 للنادي الأهلي في الفترة الأولى، 46-42 للأهلي في الفترة الثانية، 74-58 للأهلي في الفترة الثالثة، و91-75 كمان للأهلي في الفترة الرابعة والأخيرة. ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة بعد طبعا ما حقق 3 انتصارات من أول 3 مباريات خاضها لحد دلوقتي طبعا في بطولة دبال. من رجال السلة لسيدات سلة الأهلي اللي بيفوزوا كمان على سموحة في أول لقاءات نصف نهائي الدوري، فاز الفريق الأول لكرة السلة على نظيره سموحة في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للسيدات للموسم 2022-2023، واستطاع فريق السيدات تخطي طبعا سموحة بنتيجة 72-65، وتقام منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر لكرة السلة بنظام طبعا بيست اوف 3، وبيحتاج فريق الاهلي الفوز في المباراه الثانيه يعني بعد فوزه اكيد على سموحه في المباراه الاولى للتاهل الى المباراه النهائيه. فحاله طبعا التعادل يعني وفوز سموحه في المباراه الثانيه بيلجا الفريقين لمباراه فاصله طبعا لحسم يعني بطاقه الدور النهائي. كمان كل توفيق لسله سيدات في هذه المباراه يعني المباراه الثانيه لحسم طبعا يعني بطاقه التاهل للمباراه النهائيه. دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده من النادي الاهلي فرع الجزيره، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية. نشكرك احنا كمان على هذه التغطية السريعة جدا، شكرا زميلتنا العزيزة روزان نصر، شكرا لك. طبعا حضراتكم اكيد كنتوا متابعين طول الشهور اللي فاتت من اول اللحظة اللي تم من خلالها الاعلان عن ان كريستيانو رونالدو هيشارك مع فريق النصر السعودي وهيلعب في الدوري السعودي بكل التفاصيل بقى بتاعت عملية الانتقال ابتداء من لحظة وصوله لارض المملكة العربية السعودية انتهاء باخر المستجدات. وبالمناسبة في تقارير صحفية كشفت مؤخرا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بيرغب رغبة صادقة في الرحيل عن نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب صحيفة الناسيونال الإسبانية فإن رونالدو بيريد مغادرة النصر بنهاية الموسم وبيرغب في أن يعود مرة أخرى إلى ريال مدريد. وأوضح التقرير أن ريال مدريد مستعد لتقديم رونالدو كسفير للنادي بعيدا عن ممارسته لكرة القدم، حيث تعد عودته لصفوف الفريق كلاعب أمر يعني يتقال عليه مقفول خلاص، امر مغلق تماما. طبعا رونالدو كان رحل عن مانشستر يونايتد نهايه العام الماضي بعد ما فسخ التعاقد بطبعا اتفاق الطرفين، يعني كانت في اتفاق متبادل ما بين الطرفين، ولكن نهايه سريعه الى حد كبير عن يعني عن اللي كان متوقع الحقيقه. وكده كده اكيد الايام القليله يعني القادمه هتاكد او هتنفي هذه الاخبار المتداوله، فادينا بنتابع وبنعرف حضراتكم اول باول باستمرار. بص الحديث عن كريستيانو ان هو مكمل في النصر من عدمه لحد هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، وقبل كمان ما يروح للسعوديه وينضم بشكل رسمي لصفوف نادي النصر كان في كلام وكان في لغط كبير جدا حول الملف ده تحديدا. لا هو رايح، لا هو مش رايح، لا
هو مش عايز يروح لاي صفقه ناجحه ليه، لاي صفقه ناجحه للسعوديه لكن مش ناجحه ليه. كل الكلام ده سمعناه حتى في الفترات اللي فاتت والاشهر القليله اللي فاتت، كان في حديث برضو في فكره يا كريم ان هو هيكمل، لا مش هيكمل، ده جاله عرض تاني، ده جاله عروض ان هو يدرب. طبعا. يعني حاجات زي كده بنسمعها وهنفضل ان احنا نسمعها. كل دي تقارير زي ما كريم كان بيقول تقارير صحفيه، لكن مفيش خبر رسمي، مفيش يعني اعلان رسمي تم. فعشان كده بناكد ان دي مجرد تقارير صحفيه، حديث بيتقال، اشاعات ممكن ان هي كمان تكون، لكن مفيش حاجه مؤكده. فهي دي النقطه. لكن لو انت هتيجي وتقيم مره تانية ان كل فتره لازم طبعا الناس المهتمه بملف كريستيانو يعني يبقى في تقييم، اول مراحل الوضع كان عامل ازاي في منتصف التعاقد بتاعه، بعد كام شهر برضو نقدر ان احنا نقيم هل فعلا هي يعني صفقه ناجحه بالنسبه لكريستيانو رونالدو ولا لا. ده اللي احنا بنشوفه على الارض طبعا، من نتائج، من اداء، من تفاعلات كمان كريستيانو، من تفاعل الجماهير مع كريستيانو. شفنا حالات غضب كتيره جدا كانت من الجماهير لكريستيانو رونالدو في الملعب، كان في غضب من كريستيانو رونالدو بعد ما فاز فريق النصر مع اكتر من نادي في اكتر من مباراه يعني. فكل ده وارد ان هو يكون موجود، لكن هل ده هيؤدي الى رحيل كريستيانو من عدمه؟ دي حاجه ما اعتقدش دلوقتي نقدر نقولها. بس على كل حال بمناسبه كريستيانو فخلينا نروح لخبر اخر بالمناسبه ان احنا بنتكلم عنه بنذكره، يعني لان هو ذكر اسمه ان هو ضمن الناس اللي بتتصدر قائمه فوربس السنويه لاعلى رياضي اجرا في العالم. طيب بمبلغ كام يا كريم بتحب انت الارقام؟ 109 مليون استرليني خلال العام الماضي، ده في العام واحد. ما تقوليش كده، ما تقوليش كده، ما تقوليش الكلام ده. بعد كده بيجي لانيال ميسي طبعا نجم باريس سان جيرمان 104 مليون جنيه استرليني، وبعد كده مبابي طبعا نجم باريس سان جيرمان ب 69 مليون جنيه استرليني. لا ده فقير، ده فقير بقى. ايه الارقام اللي انت بتقوليها؟ بتطرطشي ملايين وانت قاعده كده. احنا بالنسبه لنا هنبقى 9 جنيه استرليني في السنه في الموسم. روح فاصل يلا ونرجع بعديها بقى عشان نكمل الكلام ونستقبل كمان ضيوفنا، لان عندنا كلام مهم كتير هنتكلم معاهم فيه. خليكم معانا. عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه. وخلاص بقى يعني الدوريات الاوروبيه ودوري ابطال اوروبا في العد التنازلي، وطبعا في منافسات اتحسمت الى حد كبير، ولسه في طبعا دوريات ثانيه الامور فيها مشتعله بالمعنى الحرفي للكلمه. تعالوا نتكلم عن تفاصيل الدوريات الاوروبيه المختلفه مع ضيفنا العزيز اللي دايما بنسعد وبنتشرف وبنتبارك بوجوده معانا، الاستاذ محسن لملوم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات واهلا بيك. صباح الخير. اخبارك ايه؟ تمام تمام الحمد لله. بونجور يا مسيو محسن، والله نورنا كالعاده طبعا. نور حضرتك. وملفات زي ما كريم بيتكلم فيها كتيره جدا، وشفنا ماتشات الايام اللي فاتت مختلفه كمان، وشفنا نابولي للاسف بعد مشوار قوي، خلينا نقول تنافسيه حلوه، للاسف يعني حظوظه في اخر ماتش ما كانتش الافضل ابدا. شفنا برضو ارسنال الفتره اللي فاتت رغم برضو موسم عظيم جدا كان مقدمه من سنوات طويله برضو ما قدرش ان هو يفوز باللقب. انا سؤالي هيكون في العموم، اول سؤال يعني فكره هنا ان التذبذب الموجود في بعض الانديه او بعض الفرق اللي هي بتبقى ماشيه بمشوار قوي جدا وتيجي على كام اخر ماتش وللاسف المستوى مش بيبقى سيء، بيبقى يعني غريب، خلينا نقولها بهذا الشكل. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو الامر يختلف شويه ما بين الدوري الانجليزي البريمير ليج والكاليتشو الدوري الايطالي، لان اللي حصل في الدوري الانجليزي يعني خلينا نتفق ان الدوري الانجليزي في حته لوحده تماما. اه طبعا ده من سنوات كل دوريات اوروبيه او اوروبا او كل دوريات العالم في حته ثانيه. فاللي حصل مع ارسنال السنه دي ما كانش حد ابدا يتوقعه، يعني ارسنال بقاله سنين ضرب غطس بمعنى الحرفي للكلمه، بعيد تماما عن المنافسات اللي سابها بقى للسيتي وليفربول احيانا كان بي يعني كان بيقاوح مع السيتي، لكن هو السنه دي فاجئ الجميع، حتى فاجئ الجمهور ان هو تربع على القمه ومستوى عالي جدا، لكنه فارق كمان على المنافسين وفارق، لكن هو الفترة الأخيرة أنا يعني محدش عارف إيه اللي حصل. يعني حتى كان في كانوا قالوا كده دعابة ظريفة لما أرسنال تصدر قمة الدوري الإنجليزي في بداية البطولة، وقال لك جابوا فيل قاعد على الشجرة، وقال لك الكل شايف الفيل على الشجرة بس محدش عارف طلع إمتى، والكل عارف إنه هينزل بس كان لما طبعا إيه كان حتى الصحافة الإنجليزية كانت بتعمل من دعابة تقول لك إيه وما زال الفيل على الشجرة، لأن هو فعلا مستقر. أنا الأوان بقى إن الفيل ينزل، لأن طبعا في فريق جبار اسمه مانشستر سيتي لا يرحم، فريق ملوش علاقه لا بالقواعد ولا بالقوانين مفيش اي حاجه خالص. فعشان كده هو اللي هد الارسنال بالنسبه للدوري الانجليزي انه في اخر اربع ماتشات خسر ثلاث تعادلات والخساره قدام طبعا قبل مباراه تشيلسي بتاع امبارح، لكن اخر اربع ماتشات خسر تعادل ثلاثه وخسر واحده، فخسر
تسع نقاط، طبعا تسع نقاط وانت بتنافس في الدوري الانجليزي النقطه لها ثمن، عشان كده هو اقدر اقول لك ان هو طبعا هو فارق لحد دلوقتي بنقطتين بس، طبعا مع اسبقيه ثلاث مباريات لصالح السيتي اقل يعني، طب ماتشين اقل. فعشان كده ده بيدي الافضليه طبعا للسيتي. الموضوع انا شايف وجهه نظري ان الدوري الانجليزي ملوش ماسكه تماما، اي حد يكسب اي حد، الاخير يكسب الاول، ملهاش علاقه، واي نتيجه وارده تماما في الدوري الانجليزي. لكن انا شايف ان السيتي بكل امانه السيتي دلوقتي في حته تانية، في حته يعني تانية، وفي الدوري الانجليزي انا شايف ان هو تقريبا يعني نكاد نجزم ان هو حسم الدرع. هل هالاند لوحده منفردا كان قادر ان هو يغير المقاييس ويغير الثوابت؟ مش هالاند واحد، هي الموضوع هنا هفكرك بالنادي الاهلي بحكم ان احنا في قناه الاهلي، ان هو كان دايما النادي الاهلي فيه عباره يقول لك ايه المهاجم السوبر. أيوة. المهاجم السوبر، ان كم فرص ضايعه. هو ده اللي حصل مع السيتي، مش كم فرص ضايعه لا، بس بيجي لك لاعب من انصاف فرص، اربع فرص زي هالاند بيسجل خلاص. طبعا. الموضوع منتهي. فعشان كده في كور اصلا ما تقولش عليها فرص هالاند سجلها، عشان كده هو فرق كتير جدا مع فرقه زي السيتي. طبعا. هو لو في اي فرقه تانية ما كانش يعمل الابداع ده، وطبعا لعيب يعني كارثي في يعني في حته ثانيه، لكن مع الفرقه الجامده دي دي بروين والفرقه اللي كلها نجوم اكيد طبعا لازم ما بقاش بقى الفرص بيسجلها اهداف، بقت انصاف الفرص، بقى اربع الفرص، بل يعني واحد على عشرة من الفرص هو بيسجلها. نقدر نقول دلوقتي استاذ محسن ان الامور الى حد بعيد اتحسمت بالنسبه للقب الدولي الموسم ده، ولا برضه في مساحه؟ هو الكره فيها كل حاجه، اي مفاجات غير متوقعه؟ لا لا، بس ما اعتقدش مع فرقه السيتي في الدوري الانجليزي والانخفاض بتاع ارسنال، اقول لك لا السيتي طبعا بنسبه 90%، مش هنقول اكتر من كده، 90% هو بطل الدوري، لان هو حتى السيتي عنده 6 ماتشات، ارسنال عنده 4 لان هو يعني لعب ماتشين زياده. فالموضوع كمان لما تبص حتى على الماتشات اللي باقيه مش ماتشات قويه، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك الاخير يكسب الاولاني وخمسه وسته وسبعه مفيش اي مشاكل. طب. كل شيء ورد في كره القدم، حلاوه الدوري الانجليزي في الحته دي تحديدا. يمكن السنه اللي فاتت كلنا شفنا ان الدوري حسم في اخر 10 دقائق او ربع ساعه، مش في اخر ماتش ولا في اخر جوله، ده بالعكس، ده السيتي كان مغلوب 2-0 وليفربول كان مغلوب، بعدين ليفربول اتعادل، وبعدين ليفربول تقدم، وبعدين السيتي في اخر ربع ساعه الدوري رقص الجميع وراح للسيتي. فدي حلاوه الكوره او الدوري الانجليزي تحديدا، عشان كده تلاقيه فارق بمراحل عن كل الدوريات. لكن السنه دي اللي انا شايفه لا، يعني الارسنال بصراحه بالشكل ده يعني مبروك عليه ان هو في المربع الذهبي والمركز الثاني طبعا، لكن اعتقد الفوز بالدوري تقريبا حسم بنسبه كبيره جدا للسيتي نظرا للفتره اللي جايه. طيب عايز اروح لدوري ابطال اوروبا شويه، و فكره هنا يعني انا نفسي من الناس اللي ببقى مش فاهمه، زي ما بنتكلم ان الدوري الانجليزي دوري قوي جدا، بس تيجي بعض الفرق الانجليزيه تلعب في دوري ابطال اوروبا تحس ان مش المستوى ابدا، فايه الفارق ده؟ الفارق ان في فريق اسمه ريال مدريد، يعني هو ده الازمه. هو ده الازمه منذ كده سنوات كمان. بالظبط، ما شوف السنه اللي فاتت خدهم ازاي، تشيلسي، السيتي، ليفربول، السنه دي خدهم ليفربول تشيلسي وده داخل على السيتي، هما بيجوا قدامه بيتكسروا. وايه بقى برضو السبب في ده نقدر نقول يعني؟ الناس كتير هتقول لك شخصيه البطل كده، دوري ابطال مدريد، يعني دي الكلمه دوري ابطال مدريد. حتى ايه كده لما باجي اتابع اخواتنا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر لما يجوا يحللوا دوري ابطال افريقيا بيتكلموا على ان الاهلي، يقول لك الاهلي في دوري ابطال افريقيا عامل زي ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، يعني يعني حتى تشوف مثلا الاهلي، يعني دايما بضرب مثال بالاهلي ان هو يعني اقرب في الحته دي، ان هو مثلا تعادل كان بشق الانفس في دور المجموعات، ولم يكن التاهل، قصدي مش التعادل، التاهل بشق الانفس، والتاهل اصلا ما كانش بايد الاهلي، لما جاب ايد الاهلي الاهلي صعد النهارده النادي الاهلي في نصف النهائي وفرص وحظوظه اعلى، يعني النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله في النهائي ويفوز بالبطوله كمان، شوفي جه منين. فهو ده اللي بيحصل مع ريال مدريد، ريال مدريد اتفرج عليه في الدوري بيتغلب 4 والدنيا ضايعه خالص ومش شايفين تماما، يعني لو احنا لو جبنا فريق نغلبه في الدوري الاسباني، لكن لو العالم كله اتلم في دوري ابطال اوروبا لا يتغلب. يعني السنه اللي فاتت حتى في مباراه مانشستر سيتي وريال مدريد في نصف النهائي، يعني كانت حاجه غريبه جدا، كسبان على ارضه 5-4 ولا 4-3 مش فاكر، كان النتيجه كبيره، وجاء على ارض مدريد كمان متفوق 1-0 وباقي خلاص، يعني ده الجمهور كان بيمشي كمان بتاع ريال مدريد، يتعادل في الدقيقه 90 او 89 ويفوز 2-1 ويلعبوا اكسترا تايم ويسجل الثالث ويتاهل. صحيح. لا غريب جدا. على ذكر دوري الابطال، هل وارد ان ليفربول يفنش الموسم الحالي في مركز رابع فبالتالي يقدر يشارك في دوري الابطال؟ مع التسليم في الاول ان اي حاجه وارده، بس انا شايف ده صعب جدا، لانه المركز الرابع في الدوري الانجليزي دلوقتي مانشستر يونايتد، واللي فوق منه الثالث نيوكاسل، الفرق ما بينهم وما بين ليفربول اللي هو الخامس
تسع نقاط لو تساووا في عدد المباريات، لان ليفربول سابق بتقريبا بماتش 33 وتقريبا اليونايتد تقريبا 32 والفرق ست نقاط. لو افترضنا ان اليونايتد طبعا قول مثلا هيتعادلوا في الماتشات فيكسب، فرق تسع نقاط ده كتير، تسع نقاط يعني مفترض عشان ريال مدريد عفوا ليفربول يحصلوا ان الفريق ده يتغلب ثلاث مرات، ثلاث ماتشات وبقى اربع ماتشات، فصعبه شويه. انا شايف ان هو مع ان طبعا زي ما قلت حضرتك كل شيء وارد، لكن ليفربول اهدر من النقاط الكثير جدا اللي تخليه يدفع الثمن، وهو بيدفع الثمن. انا شايف ان هو رغم ان هو بيحاول يصل بفوزه الاخير طبعا على توتنهام اللي رجع له الامل، وفوزه اللي هو الغريب اللي ما حصلش الا في الدوري الانجليزي، الناس كلها عارفه تفصيله، لكن بيجي في الاخر وعنده امل، لكن طبعا كل شيء وارد. لكن انا شايف انها صعبه لان هو هينافس اليونايتد ونيوكاسل يونايتد، والاثنين ممكن لو تعادلوا في النقاط هيبقى فرق تسعه لليونايتد وتقريبا فرق ثمانيه او لنيوكاسل. يعني من شبه المستحيل ان ده يحصل، صعبه شويه، بلاش نقول مستحيل، صعبه ان هم يتغلبوا في اربع ماتشات ثلاثه او يتغلبوا اثنين ويتعادلوا واحد، يعني تكاد تكون صعبه، يعني كل شيء وارد. لكن انا شايف ان ليفربول يستحق انه ما يكونش في المربع الذهبي لانه اهدر من نقاط، عدد نقاط غريب جدا بماتشات كان بيتغلب بسهوله على ارضه قدام فرق تعبانه، فغريب جدا، فهو يدفع الثمن ولازم يدفع الثمن. فاعتقد ان هو تكاد تكون صعبه الى حد كبير جدا ان هو يلحق المربع الذهبي السنه الجايه. انا عايز اروح كده يعني بعض الامور براحتنا بقى، يعني فاهم اسئلتنا هتبقى مش في جهه واحده، يعني لان انا جه في بالي دلوقتي ابراهيموفيتش على سبيل المثال مثلا، تقريبا 23 سنه ابراهيموفيتش بيلعب ما شاء الله، يعني من الارقام القياسيه النادره في عالم كره القدم. هل بنتوقع بعد السنوات دي كلها ان هو يعتزل قريبا؟ اصلا المينتاليتي بتاعت ابراهيموفيتش مش صعبه ان هو حد في النجوميه دي، فكره ان هو كمان ثقه بالنفس اللي عنده العاليه جدا اللي الناس بتوصفها اوقات بالغرور، ان هو يفكر ان هو خلاص كفايه كده يكتفي ويعتزل، ولو حصل ان هو اعتزل تفتكر ان هو ممكن يتجه مثلا للتدريب؟ ولا لان ده كان موضوع منتشر جدا على السوشيال ميديا، كان كتير ناس كانت بتتكلم فيه. شخصيه ابراهيموفيتش دايما عكس المنطق، يعني ان هو يعني بيفاجئنا دايما عشان يعتزل، لا مش هعتزل هكمل، هو عكس المنطق. وده بيقودنا لاجابه السؤال الثاني اللي هو يروح بقى تدريب، ده لا ينفع مدرب ولا ينفع اداري ولا ينفع اعلامي زي ما بيحصل عندنا في مصر، ده ينفع ممثل في يروح يمثل في هوليود، لان هو شكله يجيب برضه يجيب شر ويجيب خناقات ويجيب كل حاجه، يجيب كوميديا على فكره، يجيب كل حاجه يعني. القريب ليه في التدريب لو كان دخل يخش سلك التدريب مثلا مورينيو، بس مورينيو لا بيعمل الحركات دي، هو عنده يعني عارف هو بيعمل ده ليه، بيتشنج احيانا، بيتعصب، والحاجات الغريبه بتاعت السبيشال وان بيعملها، واحنا عارفين هو بيعملها، اللي هو نفسه عارف. لكن عند ابراهيموفيتش معدي، يعني السلطان معدي، الدماغ دي معديه خالص، فيعمل اي حاجه، فده ما ينفعش ابدا يكون اداري، انه قراراته تتصف بالهوجاء يعني. ما ينفعش يبقى مدرب هيتخانق مع اللعيبه والمدير يتخانق مع الجمهور، عايزين ماتش تشين ومع الصحافه ومع الكل، فهو يروح هوليود لانه كان ليه تجربه قبل كده في الدوري الانجليزي، يعني يروح هو نجم يعني مش محتاج ان هو يتنجم، يروح ايه ادوار الشر بقى في الافلام ستار تريك. شكلك ما بتحبوش يا استاذ؟ لا بحبه، مع ان انا بحبه جدا. لا بنحبه، انا ما بحبوش ليه؟ لكن هو شخصيه كاريزماتيه، هو غريب يعني، هو ايه يعني، هو حتى في الكوره مش كتير قوي، لكن تلاقي مثلا جاب جون الناس كلها تفتكره، مثلا هدفه في انجلترا، لا ان هو بيعمل دبل كيك من عند الاوت تخش جون، لا هو غريب بتاع الحاجات دي يعني، هو يعني ايه، مش عايز اكون متجنن عليه، قلت لك هو لسع منه في الكوره، هي تقريبا بس ده جزء من جاذبيته على فكره، جزء من اختلافه عن بقيه الناس. ايوه ما هو ده سر، ما هو دايما لما نتكلم على سبيشال وان اللي هو مورينيو، جوزيه مورينيو، الناس تتكلم شايف عمل ايه، مره واحده يجي جاري ومش الحاجات دي بتعمل له، عشان كده بقول لك هو نجم سينمائي، يعني ينفع في السينما طبعا. هيبقى مقبول منه لان دي السينما، وفي كلاكيت ونعيد تاني ونوع حضرتك طبعا سيد العارفين في القصه دي، فهو يمشي في القصه دي. لكن تدريب لا 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 لا، ده احنا كده بقى هنهرج او يدرب فريق ملوش علاقه انه ينافس. خليني ارجع مع حضرتك مره ثانيه ليفربول، وانت عارف بطبيعه الحال طبعا الى جانب ان ليفربول من قديم الازل ليه شعبيه كبيره في العالم العربي وفي مصر، لكن بطبيعه الحال برضو اكيد الشعبيه تضاعفت 500 ضعف لا لشيء غير وجود محمد صلاح. صحيح. احنا جزء كبير من المرات اللي بنتكلم فيها عن ليفربول بيبقى من منطلق ان احنا نطمن على ابننا هيعمل ايه الفتره الجايه، في حال اخفاق ليفربول في انه يعني يفنش الموسم ده في مركز رابع وبالتالي مش هيشارك في دوري الابطال، هل في لحظه زي كده وارد ان محمد صلاح يفكر مثلا في الرحيل؟ ولو ده حصل فكرك ممكن تكون وجهته فين؟ والله انا على المستوى الشخصي ما اتمنالوش انه يرحل، حتى لو ليفربول ما لعبش دوري ابطال اوروبا لسبب بسيط جدا، لان هو كل ما بيجيب جول النهارده بيعمل ارقام قياسيه في الليفر. طبعا بقى رمز للمدينه،
من القلائل اللي اتعمل له اغاني باسمه زي ايجيبشن كينج مو صلاح بقى رمز للمدينه. النهارده بيجيب جون بيتخطى مش عارف فاولر بيتخطى مش عارف اوين الهدف مش عارف ال 300 في مش عارف ايه خلاص هو بقى لو راح مكان تاني حتى لو ريال مدريد اللي هو اعظم عظيم في كره القدم ولعب بقى في دوري ابطال اوروبا وفاز بدوري ابطال مثلا يعني هو هيزيد في دوري ابطال لكن هنبتدي نعد بقى له 6 اهداف في الدوري الاسباني له 20 تخطى مش لا يعني هو هيخطا يعني ارجو ان هو يتعلم من خطا ميسي ورونالدو اللي هم قطبي كره القدم في اخر 10 سنين على المستوى الشخصي. يعني شفنا ان النهارده رونالدو لو عاد بالحال لن يترك ريال مدريد. وبالمناسبه برضو مؤخرا اخر كام يوم كان في كلام كتير يخص ميسي واحتماليه عدم استكماله مع باريس انه يرجع حتى لو رجع كنوع من التكريم لكن مش هيرجع النهارده ميسي يقود برشلونه للبطولات. لا الموضوع انتهى خلاص السن ليه حكم. النهارده بقى خلاص الناس بتتكلم على هالاند الناس بتتكلم على بلينجهام بتتكلم على كفاراتشخيليا او اللي هو كفارادونا اللي هو في نابولي اوسيمين الناس بتتكلم على الناس دي يعني ايه مارادونا عفوا رونالدو وميسي خلاص بقت العمليه تكريميه شويه. هو راح النهارده بفلوس كتيره جدا لباريس سان جيرمان ما عملش اي حاجه خالص زي اي حد. رونالدو النهارده هو عايز يرجع وعايز طبعا تجربه بكل امانه لم تضيف له شيئا يعني هو لسه فلوس. كلام ما فيش حاجه مؤكده ان كريستيانو هيعود او هيستمر مجرد ان هو يعبر عن الرحيل وهو لسه ما كملش 3 شهور طبعا في حد ذاتها مش حلوه. فهو اتمنى نرجع بقى لصلاح اتمنى ان هو اذا كان في حتى اخفاق في موسم ده وارد نتمنى ده ما يحصلش بس يعني هو صعب جدا ان هو يعني ليفربول يلحق بدور الابطال بس حتى لو ما حصلش انت كمل انت ليفربول فريق كبير يقدر يرجع تاني ان شاء عشان الله عشان عدد الارقام القياسيه كمان ده مش هتجيبه منين يعني انت هتجيبه منين النهارده انت عمال تتخطى مايكل اوين مش عارف فاولر والناس انت بقيت اسطوره في المدينه فما ينفع يعني الحته دي يعني انا مثلا زعلان مثلا من زمان ان 2018 ان رونالدو مشي لانه كان احد اساطير ريال مدريد اساطير وليس نجوم فانت اسطوره بقى تيجي رايح ليوفنتوس وبعدين ترجع لي على اليونايتد حتى لو كان ناديك الاديان تروح لي بقى المنطقه العربيه اللي هي اقل بكتير من كره القدم الحقيقيه فالموضوع باظ خالص زي ما السن ليه احكام برضو الارقام ليها احكام والله مش محتاجين الناس دي يا جماعه مش محتاجين لسه كان معانا القايمه بتاعت اعلى لعيبه في العالم ملايين وهي قاعده طب هو الناس دي محتاجه يا جماعه ما هو جزء من الموضوع برضو التاريخ الاسطوره يعني الاساطير يعني مش عايز اضرب امثله هنا في مصر اللي فضل الملعب عمل ايه احنا عارفين كلنا بالظبط مش عايز اضرب يعني لكن فانت هناك خليك انت اتمنى محمد صلاح يكمل في ليفربول حتى لو كانت السنه دي هتبقى سنه مش جيده ليه اللي هو الموسم الجاي ولكن وممكن يقدر بقى خلاص طالما مفيش دوري ابطال اوروبا اكيد هيشارك بقى الدوري الاوروبي ولا حتى المؤتمر اهي بطوله برضو طبعا المؤتمر بطولات بتبقى ضعيفه لكن الدوري الاوروبي موجود بطوله ولما لا يفوز بيها يبقى حتى على الاقل في تاريخه دوري ابطال والدوري الاوروبي بطولات برضو اوروبيه اي نعم مش زي دوري الابطال طبعا لكن في النهايه بتقدر تزود ارقامك في اهداف الدوري الاوروبي او البطولات القاريه يعني وتقدر تركز حتى مع ليفربول مركز اكتر ويعوض السنه الكارثيه بتاعته السنه دي ويقدر طبعا الله اعلم ايه اللي يحصل ولما لا يفوز بالبريمير ليج ما هو طبعا بطوله قويه جدا الدوري الانجليزي ده في حته برضو لوحده فاتمنى ان هو ما يرحلش وما يمشيش للمغريات بتاعه ريال مدريد اللي هو خلي بالك لو صلاح فكر ان هو يروح مثلا وريال مدريد الموضوع بالنسبه له مش يعني هيبقى مش عشان دوري ابطال اوروبا هيبقى عشان الكره الذهبيه لان طبعا احنا عارفين ان الحته دي الناس دول اللي هم اللي بياخدوا الكره بس هو الكلام مش على ريال مدريد بس يعني هو على ريال مدريد وتشيلسي وباريس سان جيرمان خلينا في الابرز انا تقول لي تشيلسي يبقى خليك في ليفربول طبعا يعني خليك في الابرز اصل انت مستحيل تروح السيتي لان ده المنافس لليفربول فخلاص انت عملت مجدك في المدينه فالموضوع منتهي في الدوري الانجليزي خليك في ليفربول لكن هتطلع بره يبقى ريال مدريد ما تطلعش مع احترامي حتى لبرشلونه فانا بقى عشان كده جبت لك من الاخر لو ريال مدريد يبقى روح عشان الكره الذهبيه والله انا شايف ان انت وجهه نظري خليك وحتى ان كانت سنه مش قد كده تقدر ان شاء الله تعوضها ويمكن ربنا يجي يعني يجيبها من عنده ويتاهله ودوري ابطال ان شاء الله. طب انا عايز اسال عن برضو نقطه مهمه وهي سر تالق يعني ريال مدريد، هل القصه في السكواد الموجود ولا الفكره في انشيلوتي؟ طب في حين رحل انشيلوتي هل قوه ريال مدريد هتفضل زي ما هي ولا هيبقى في تذبذب الى حد ما؟ يعني وجهه نظرك برضو لان الكلام في النقطه دي كتير. يعني انشيلوتي تحديدا طبعا كرته رائعه يعني اسم مدرب ايطالي مخضرم من الكره الايطاليه طبعا ارقام رائعه مش عايز الكلام لكن هو يعني الفتره سواء يعني بيتم الفصل ما بين الليجا والتشامبيونز ليج طبعا معدي محدش يقدر يقول له حاجه والليجا هم يعني زي ما تقول كده كبروا دماغهم يعني ايه مش فارقه كتير
خلاص هم خسروا الليجا من بقى لهم فتره، وبرشلونه هو اللي تقريبا خلاص 99%. فالموضوع بالنسبه لهم حتى بيركزوا اكتر في تشامبيونز ليج، وعندهم مباراه طبعا كارثيه الاسبوع الجاي ان شاء الله، ناريه العالم كله مستنيها، اللي هو نهائي مبكر السيتي وريال مدريد. صقر بقى وحاجات كتيره تقدر، ومحدش يقدر يقول مين يكسب، يعني رغم قوه السكواد بتاع السيتي اللي بياكل الناس ده، اللي معاه هالاند اللي بياكل المنافسين دول، برضو ما تقدرش تقول يكسب، لان في شخصيه البطل. وريال مدريد في دوري ابطال اوروبا يجب عليك ان تحذره، حتى لو بتلعب كل يعني لو انت منتخب كل انديه العالم، ده موضوع تاني. فانشيلوتي ممكن يكون بس من يعني كتر وجوده مع الفرقه ما بقاش عنده حاجه قوي، خلاص بقت العمليه هاديه شويه. ويمكن انا شايف الاقرب حتى فيما لو راح لانشيلوتي طبعا زين الدين زيدان، لان زيدان كان عنده حلم كبير لم يتحقق، ان هو يدرب منتخب فرنسا، وكان كل بيقول ان في كاس العالم فرنسا هتخرج، مش هتفوز بالبطوله فهتخرج، فديشامب هيتم الاستغناء عنه، هو اللي جاي وخلاص الموضوع بالنسبه له. ده فكر بالمناسبه، عشان ارجع لحته صلاح، شوف فكر زيدان ايه، ما دربش الا ريال مدريد وكان هيدرب منتخب فرنسا. الدنيا راحت، مع ان اي حد يتمنى يدربه، بس هو عايز ان زيدان يجي مجرد اسم، لكن هو ما دربش حد خالص الا ريال مدريد، ولما فكر المنتخبات يبقى منتخب فرنسا. لكن وصول فرنسا للمباراه النهائيه وخسارته حتى بضربات الترجيح قدام الارجنتين مددت وجود ديشامب، فبالتالي الحلم اجغض بالنسبه لزيدان، او تاجل، خلينا نقول تاجل، فيبقى الحل البديل انه يرجع لريال مدريد، اللي هو قاب او قوسين او ادنى ان هو يرحل عنده كارلو انشيلوتي. اعتقد ده ممكن يحصل الفتره الجايه. بس هو زيدان حقق 3 دوري ابطال معاهم كمدرب برضه. ايوه ما انا فاهم. انا قصدي ان هو يرجع يكمل الحلم ده، يعني ان هو يبقى يعني على مستوى، يعني يقدر ولا لا؟ ده السؤال فعلا، هل يقدر يكمل المشوار ده، ولا انت شايف ان برضه مش دي الفتره الافضل؟ مين انشيلوتي تقصدي؟ لا بتكلم على زيدان. يقدر طبعا. لا لا لا، ريال مدريد فريق تراهن عليه. فلا هو بالمناسبه ليه دايما يعني، ودي حاجه ملحوظه للناس كلها، ودايما حتى احنا في البرنامج ده اتكلمنا عنها كتير مع ضيوفنا، ليه ريال مدريد في الفتره الاخيره في الدوري المحلي في الدوري الاسباني ساعات بيبقى وضعه بعافيه حبتين، لكن كالعاده يشارك في دوري الابطال تلاقي الوضع اختلف 360 درجه والفريق تغول وتعملق وحصلت حاجات كده. اشمعنى؟ طب المفروض ان الدوري تبقى الامور فيه نسبيا اسهل بالنسبه له، ولا ايه؟ ولا قد يكون السؤال ده ملوش اجابه. هقول لحضرتك ازاي. هل النهارده الرجاء والترجي والحاجات التقيله اللي بيقلبها الاهلي دي اقوى ولا دور المجموعات؟ هتقول لي طبعا دول اقوى، ودور المجموعات سهل، انت بتقابل القطن بقى والهلال السوداني، مع احترامي طبعا للانديه، ومع ذلك صعدت بالعافيه. منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه الاخيره في دور المجموعات يعني تاهل بصعوبات، غلب من نيجيريا باداء سيء جدا، وفاز على غينيا بيساوي بالعافيه 1-0، وفاز على السودان بالعافيه 1-0. ازاي بقى موسم النهاية او اثنين برضو استاذ محسن ممكن يحصل؟ لا بس فعلا في كميه فرق دي، مش في كاس الامم الافريقيه مع منتخب مصر موضوع ثاني، يعني حتى تلاقي الاخوه في المغرب العربي يقول لك عليه عملاق الكان اللي هو مصر يعني. ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا، الاهلي في دوري ابطال افريقيا، هي بتبقى كيمياء كده ماشيه مع يكاد يكون السؤال بلا اجابه، يعني ما عندوش قهويه كده، خدها كده. الفريق بيتغلب على ارضه، او بيتغلب قصدي في الليجا 4-0 من فريق ما حدش فاكر اسمه حتى طبعا، وبيروح هناك يكسب السيتي ويكسب يعني ماتش ليفربول، هم نفس اللعيبه، هم ماتش ليفربول مغلوب 2-0، ليفربول متقدم في الانفيلد، الانفيلد يعني جحيم الانفيلد، 2-0 ومنهم غلطة كورتوا اللي جابها صلاح الجون الثاني، قلنا خلاص يعني انت ممكن تقول كده خلاص، ده النهارده ممكن تبقى 4-0 لصالح ليفربول، النتيجه بتخلص 5-2 ريمونتادا، فلا وعاديه وبسهوله، مفيش ما تاثروش، التعادل جون اهو يا عم، التعادل خد الثالث الرابع الخامس والدنيا لذيذه وزي الفل. فهي شخصيته في دور الابطال تختلف تماما عن الليجا، فهو يكاد يكون سؤال ملوش اجابه، دي شخصيه البطل، يعني هنرجع ونقول شخصيه البطل، فدي شخصيه ريال مدريد يعني. طيب ولو اتكلمنا عن قطبي بقى ميلان وفكره هنا التالق برضو ودوري الابطال، تشوف ده ازاي؟ طبعا شوفي، مهما قلنا الدور الاسباني قوي والدور الفرنسي فيه مش عارف مين، والدور الالماني كان زمان حاجه، بس ما زال برضو ما يفقدش حاجه، لا هو رجع مؤخرا، رجع مؤخرا طبعا الدوري الانجليزي خليه في حته ثانيه، لكن لكن ما تيجي بعديه بصراحه متعه الكره موجوده في الكاليتشو، يعني انت حتى السنه دي لما تشوفي لما كان يوفنتوس بياخد البطولات في الفتره الاخيره وكان بيلعب لوحده ما كانش فيه متعه قوي في الدوري، لكن لما رجع قطبي ميلانو، مدينه ميلانو اللي هو ميلان والانتر ميلان وروما روما مورينيو ونابولي لوتشانو سباليتي، لا الموضوع فرق مع لاتسيو بقى مع مش فاكر كان مين التاني، لا الفرقه فرقت تماما، الدوري فرق، عشان كده انت النهارده برضه ابراهيموفيتش ما تنساهوش، ما هو ما بيلعبش وجوده مهم بس هو اصلا كان غريب قوي ان الدوري الايطالي اللي طول عمره
يعني مولع بالمعنى الحرفي، ومن الدوريات اللي قعدت سنين مش قليله صعب جدا تتكهن مين اللي هيلعب ماتش الفاينل فيه. ايه اللي حصل فالدوري بالفرق بالكامل وقعوا لسنين مش حتى موسم ولا اثنين؟ كان مشاكل كتيره منها العنصريه، ده مش قوي، لكن كان عندك مشاكل الرشاوي اللي كانت هدت الدوري الايطالي بشكل كبير جدا، لكن في النهايه لا يفقد متعته. ماشي، رجع في مشاكل وكعبلات اداريه حاجات كده، بس حتى اللعيبه نفسهم مستوى اللعيبه ما هو عشان ما كانش ليه زي زمان. انت عارف طول عمر كره القدم الايطاليه لا. ليها برضه لمساتها الحلوه. هقول لحضرتك تفرق واحد زي مثلا نادي اي سي ميلان، ده لقبه عملاق اوروبا، هو تاني الانديه حصولا على دوري ابطال بعد ريال مدريد. يعني لما ريال مدريد كان 9 كان هو 7، النهارده ريال مدريد 14. ايام بقى باولو مالديني والناس الحلوه دي رقم 3. بس ايه السبب في الحاجات دي بقى؟ ايه بقى؟ سيلفيو بيرلسكوني اللي هو ملك النادي واغنى اغنياء اوروبا يعني. فهو عشان كده لما كان بقى موجود، طبعا هو طبعا رئيس وزراء ايطاليا، فكانت الدنيا مفتوحه تماما، كان بيدفعوا يعني. جاء في وقت من الاوقات سنتين ورا بعض اللي كان بيتنافسوا الثلاثه اللي بيتنافسوا على جائزه افضل لاعب الكره الذهبيه، السته في سنتين ورا بعض من ميلان، مش من الدور الايطالي. هيو. لا من ميلان. يعني ده كان ميلان. الى حد ما فساد نقدر لا نقول. لا فساد ايه؟ قوه كان يعني عن حق عن حق طبعا عن حق. طيب سيبك من الفساد، احنا اتفقنا الفساد موجود في كله، لكن ده موجود لان الفرقه كان ابو مين اللي يروح الدور الايطالي؟ كان هو رقم واحد في اوروبا في التسعينات، وكان الدور الانجليزي بعديه، فهو كان كمان هو كان احلى من الدور الانجليزي. السبب الدور الانجليزي قوي، لكن ده كان فيه متعه بقى، جمال اللمسه الايطاليه موجوده فيه، فعشان كده كان عالي جدا. ده ما بقاش موجود، التمويل ما بقاش موجود. يعني النهارده بقى الفريق عمال ميلان غاب تماما عن دوري ابطال اوروبا، يمكن رجع في الفتره الاخيره، وشيء عظيم ان ايطاليا بقى لها فرقتين لها فريق في النهائي، والفرقتين من مدينه ميلانو. مدينه ميلانو بالمناسبه هي المدينه الاوروبيه الوحيده التي تملك ناديين حصل على دوري ابطال اوروبا. يعني ميلان خدها، اي سي ميلان خدها 7 مرات، وانتر ميلان خدها 3. يمكن كان الاقرب من كده العاصمه مدريد، العاصمه الاسبانيه، ان ريال مدريد واخدها، وكان اتلتيكو هياخدها، لكن في المرتين خسر قدام ريال مدريد، فبقت هي مدينه يعني فريق واحد، ما فيش مدينه عقدتها الا ميلانو فرقتين، والفرقتين قوي جدا، اكتشاف الانتر والميلان. فالسنه دي ان هم موجودين برضه صعب تتكهن جدا مين اللي يقدر يكسب، لان المستويات متقاربه. حتى اما هتلاقي مثلا في الدور الايطالي في كاليتشو هتلاقي نابولي في حته لوحده، هتلاقي لاتسيو بعديه، بس طبعا مش هياخد الدوري، بس هتلاقي بعد كده اليوفنتوس معاهم يمكن بفرق نقطه، لكن هتلاقي ميلان، انتر ميلان، واعتقد روما، روما الثلاثه نفس الرصيد 57 نقطه الثلاثه. سيبك من روما، ميلان وانتر ميلان اللي عمليه ايكوال بالنسبه له، يعني ماشيه كده ماشيه كده، الاثنين زي بعض، والاثنين الملعب السان سيرو مقسوم نصين ازرق واحمر، الميلان والانتر. وان كان اهل المدينه عندهم طبعا عباره شهيره، ميلان زريد، ميلانو زريد، ميلانو حمراء، يعني نرجع باللون الثاني ده، النيراتزوري. عشان كده احنا المستفيدين، يعني احنا مثلا نصف نهائي دوري ابطال اوروبا السنه دي، ماتشين الاثنين يعني الماتشين رايح ماتشين جاي، الاربع ماتشات دول 4 نهائيات، السيتي وريال مدريد والانتر ميلان والميلان ديربي. نتمنى ده ينطبق بقى وينعكس على كاس العالم كمان، لان احنا كنا بنشوف زمان برضو ايطاليا مبدعه، يعني طبعًا الكره الايطاليه طبعًا في كاس العالم كانت بتمتعنا كلنا. ايطاليا في اخر بطولتين كاس العالم لم تتاهل، لكن انت وجدت في التسعينات تحديدا انت على طول تحفظ اسمائهم، لكن ما انت تواجد ايطاليا مرشحه للفوز باللقب، يعني دي في حته ثانيه برضو، يعني زي الكره الالمانيه كده تلاقي دايما منافسه على اللقب، حتى وان كانت اخر بطولتين خرجت من الدور الاول دور معاك، وايطاليا ما تاهلتش اخر بطولتين، لكن تواجدت بكره هي مؤهله للفوز باللقب. احنا لو فكرنا نقارن مش عارف مدى مشروعيه، لا ما تقارنش. انا فهمنا انت عايز تقارن ايه؟ ما تفكرش، شوف احنا قاعدين ما تيجي نقارن مش يمكن نلاقي اوجه تشابه. قارن يا كريم، مش وارد يا سيدي، قارن واستحمل. الدوري بتاعنا اقرب ما يمكن لاني دوري من الدوريات الاوروبيه. سؤال مين اللي اقرب لنفس الملابسات والظروف اللي عندنا والاوضاع الغريبه؟ مفيش حد في الدنيا، مفيش حد، مفيش زينا في الدنيا، مفيش حد للدرجه دي. ده سينما هنديه، يعني ده السينما الهنديه، ده بوليود اللي بيحصل فيها بوليود. يعني تتخيل ان ماتش القمه الاهلي والزمالك بعد بكره، ومفروض الصحف تتكلم فنيا ومين مش عارف مين وطريقه ارباع، واحنا قاعدين بنتكلم في امور مالهاش علاقه خالص بمين اللي احنا بندور على الفريق اللي هنلعب، يعني ايه يعني دي حته ثانيه، ومش عارف مين هيلعب مين ومين هيروح فين. لا احنا مشهد عبثي كامل، يعني لولا انه المباراه
ستقام في دوله الامارات الشقيقه كانت المباراه دي اتاجلت يعني. كنا ايه وكنت اتمنى تبقى في مصر عشان فضايحنا تبقى يعني على قدنا كده يعني ما تتعديش الشارع، لكن طبعا موجوده فهنعمل ايه للاسف. انا كنت بقول ان هواد تقارن ايه بقى في لقطه كده ولا في جزء كده من حلقه النهارده بقول لها النوع ده من الاحداث مش موجود، بيزقني زق ان انا ارجع احن الايام زمان، ايام لما كان المنطق العام السائد كالعاده قطبي الكره المصريه والماتش اللي يجمعهم ايا كانت بطوله دوري صحيح. دوري ابطال ده سوري كاس ايا كان كان. كان العادي يعني الملابسات والظروف العاديه بكل بقى التحابيش الحلوه بتاعت ايه المناوشات اللطيفه اللي كان ليها سقف من الاحترام ما بين جمهور الفرقتين. لكن اللي حاصل في الفتره الاخيره ده الحقيقه شيء مؤسف جدا. معدي معدي يعني. انا لو شبهنا مثلا السينما، عشان السينما والفن والرياضه حاجه تانية يعني، مثلا هنقول الدوري الانجليزي ده او الدورات اوروبا خيال علمي زي اشبه بافلام الخيال العلمي. الدوري الايطالي ده يعني افلام الرومانسيه الجميله يعني ايطاليا الجميله. تيجي عندنا ده فيلم هندي، دي سينما هنديه باللي بيحصل ده اللي احنا اللي بيحصل عندها فيلم هندي، فيلم هندي هابط جدا 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 وطويل، حتى تلاقي الافلام الهنديه 3 ساعات و4 ساعات وما بيبقاش يوم نهايه حتى لما الفيلم بيخلص بالظبط. واي حاجه تحصل والبطل يجي منين. طب مش عاد الاوان بقى ان الميله تتعدل؟ مش هتتعدل يعني، مفيش امل في ده. هو مش المفروض هو جابها من الاخر يعني، مش الاجابه مصلحه انت عارف عارف يا استاذ كريم سبب الازمه اللي حصل دي للأسف. لا الاهلي ولا الزمالك والله، اتحاد الكوره بالحاجات اللي بيعملها يعني. اقول لحضرتك على حاجه، اخر ماتش ليفربول كان ليفربول وتوتنهام، الماتش اللي خلص في الوقت الضايع ده. أي. بعد ما جاب الجون ليفربول يورجن كلوب جري على الحكم الرابع واتناقش معاه وكلاطه جابتها. تاني يوم الاتحاد الانجليزي حقق في الواقعه وجاب واقعها تاني يوم. لكن احنا هنا ماتش الاهلي والزمالك كان في شهر واحد، الاحداث اللي حصلت دي بسبب ماتش الاهلي والزمالك، ايا كان بقى مين مخطئ مين صح مين غلط، انت ليه صابر قد كده؟ وبعدين انت عمل حركه غريبه جدا ما بتحصلش برضه اللي عندنا، يجي مسرب العقوبات، طب تسربها ليه؟ عشان تشوف رد فعل الناس، وبعدين تيجي في يوم اصل الاهلي عنده ماتش اصل الزمالك، ايه ده؟ يعني ايه سرب العقوبات؟ ما العقوبات ممكن ان هي عادي يتم لا ما تتسربش، مش عادي. مش عادي ليه؟ يعني ايه العقوبات بتعلن؟ ايوه ما ده اللي انا بقصده ان هما اعلنتش اعلانها يعني. لا ما اعلنتش، اتسربت عشان يعني يشوف شوف رد الفعل كده الاهلي ايه والزمالك ايه. الاهلي طبعا كان ذكي جدا قال لك احنا ما جاتناش حاجه رسمي، كل ده بالنسبه لنا غير موجود. انا مش بتكلم على دي طريقه، وصابر 4 شهور ولا 3 شهور اكتر وبعدين تيجي مسرب، هو ايه ده يعني؟ هل انا برضو خليني يعني اكون شويه مش هقول فار بس اتكلم في وجهه النظر الاخرى، هل كل حاجه وكل ازمه الكره المصريه بتمر فيها انا لازم احمل اتحاد الكره الحمل او الخطا؟ لا ما انا بسال، هل أيوة الانديه هي المسؤوله؟ هل وزاره الشباب والرياضه هي المسؤوله؟ هل يعني ما خلينا اتحاد الكره هو المسؤول قولا واحدا طبعا. الرابطه اللي استجدت واستحدثت هل ليها اي دور يذكر في هذا الاطار؟ انا مش بصراحه مش لاقي لها دور يعني، انا مش لاقي لها دور بس لا خلينا نتكلم بالامانه، هو اتحاد الكره هو المنوط يعني، هو اللي عمل كل الازمات دي بعد الماتش بتاع الاهلي والزمالك اللي حصل اللي بسببه اللي احنا وصلنا له ده. حقق مذنب بياخد عقاب بريء خلاص الموضوع انتهى وقتها حتى يبقى في وقتها، لكن انت جاي صابر كل ده وبعدين تيجي عامل عقوبات ايا كانت بقى كتير. انا مش بناقش النهارده العقوبات صح ولا غلط، مش انا ده مش دور انا، لكن انا بتكلم في ان انت ليه صبر ده كله وبعدين تيجي مسربها؟ ايه الكلام ده يعني؟ ايه الاسلوب ده غريب؟ عشان كده انت بتقول لي زي مين في العالم؟ لا مش زي حد، انت تنفرد وما عندكش تاني ولن ينصلح الحال طول ما الفكر بالشكل ده. اتحاد الكرة طبعا المسؤول الاول بس اتحاد الكرة بيعدي عليه ناس كتير، انا كل ناس بتيجي برضو بقول اتحاد الكرة، انا بحاول بس افهم يعني كل ناس بتيجي اصل الاسماء بتختلف. الموجودين بكل امانه والكلام طبعا على مسؤوليتي الشخصيه غير مؤهلين لاداره الكرة الحاليين هل قبل كده كانوا افضل؟ كانوا افضل، كان عندهم من الحنكه كده والخبرات يعرفوا. هل وزاره الشباب والرياضه اي دور ممكن يذكر في هذا الاطار برضو؟ هو اعلن انه مش هيتدخل في المشاكل دي، هو اعلن كان في تصريح كده ان هو مش هيتدخل في الامور اللي حاصله دي، ولو انه يا ريته يتدخل يعني عشان يعني يشوف حل للكلام ده. بس لازم جهه ما كيان ما معني الدوله يوقف النزيف اللي حاصل ده الدولة. يعني لان الدولة. كل في الاخر لان ده من الامور بيسيء لشكل كره القدم المصريه عشان كده جبت لك من الاخر الدوله تتدخل. المنظر اللي حاصل ده مش حلو يعني، ده مش حلو. يشوف الخطا عند مين؟ انا ارى ان لا الاهلي مخطئ ولا الزمالك مخطئ بكل امانه، لانه في النهايه في جهة معنية عملت حاجات خلتك انت تعرف ترد عليها بشكل مش كويس يعني. انت اذا كان الزمالك رد بشكل مش كويس، الاهلي قال لهم مش عارف ايه، الزمالك هدد، الاهلي هدد قبل كده، كل ده بسبب اخطائك انت
انعكاس لمن يدير الكره المصريه بشكل سيء. انت اللي اديتني كده، انت اللي اديت للاهلي يعمل كده، وانت اديت للزمالك كده، لان انت مش ماشي صح اصلا. فمسؤولين الكره عن الكره في مصر هم السبب في ده. فبتقارن ايه؟ شيء حزين يعني، يوما ما ننفرد ونختلف عن كل دوريات العالم، نختلف بامور يعني فيها قدر كبير من السلبيه. صح يعني صح، حاجه ما فيش حتى قبل الامل. انت عندك انفرادات كتيره، اطول دوري في العالم استمر سنوي، حاجات كتيره مع عندك كاسين بيتلعبوا بنفس كاسين بيطلعوا صحيح على دي جديده برضو غير مسبوقه يعني. بالظبط بالظبط. يعني افتكر السنه اللي فاتت قال لك السنه دي هيبقى موسم بقى خاص واستثنائي، فهنلعب دوري من دور واحد او مش عارف مجموعتين عشان راحوا لاعبين دوري كامل، وحطوا عليه كاس الرابطه كمان، يعني اللي هو يعني العمليه ناقصه، وكان في كاس امم افريقيه وكان. طب انا عندي سؤال برضو عشان نحاول بجد والله نلم الموضوع، حتى لو احنا بننتقد وكلامنا ليه منطق. هل في تعمد لإظهار الصورة بهذا الشكل؟ لأن أنا أشك إن في تعمد. لا لا لا، يعني أنا أشك إن ممكن مسؤول يكون موضوع أو يعني لا عنده لا لا من الصلاحية ومن السلطة في مكان ما إن هو يصلح، ويبقى لا هو نيته إن هو يفسد. لا لا لا، مش تعمد. أنا أعتقد كده دي قدرات. قدرات. قدراتهم كده. قدراتهم كده. يعني تلام الجمعيات العمومية أو الجمعية العمومية اللي يعني بقت وصلتنا للشكل اللي إحنا فيه ده. يعني للأسف الشديد جدا، عشان كده تلاقي ليه إدارات الأندية أقوى من مجلس من اتحاد الكورة. لان ادارات الانديه دي عضو النادي هو اللي بيختار في مصلحته النادي، ما بيبصش لحاجه ثانيه، لكن الجمعيه العموميه للانديه كلها مصالح. طب الاصوات اللي كانت بتتعالى بقى لها فتره طويله، سواء اصوات انديه، اصوات لاعبين، اصوات اجهزه فنيه، اصوات حتى الجماهير، واضح ان في حاله عامه من عدم الرضا والاستحسان، مش دي برضو يلزمها رد فعل من كيان ما عشان الاوضاع ترجع تقرب على قد ما نقدر؟ الكيان الما ده يخش يتدخل يحل يعني يحل الكلام ده، ان ده وضع سيء يعني. يعني اللي خلاك بقى تقول ان الدوله شخصيا لازم الدوله شخصيا عشان دي سمعه مصر شكلنا. يعني الموضوع مش كوره، كوره ايه؟ ما يكسب الاهلي ولا يكسب الزمالك ولا بيراميدز، في الاول وفي الاخر دي كوره، ده بيكسب وده بيخسر وده بيكسب. العمليه مش السنه اللي فاتت الزمالك بطل الدوري وبطل الكاس، السنه دي الاهلي بطل الكاس وقريب من بطل الدوري، ما بتدومش يعني. العمليه رايحه وجايه. العوار ده انجاز التعبير، هل هو حاصل كمان صحفيا ونقديا؟ بمعنى ان كان زمان، برضو نرجع لزمان، من الواحد مضطر يقارن يعني. للاسف كان زمان كانت الاقلام اللي بتكتب وبتتصدى للتحليل وللنقد الرياضي كلها اتقل من بعض واقسم. صحيح. من بعض الى اخره. صحيح. دلوقتي السوشيال ميديا وحضرتك سيدي عارفين، اي حد قاعد لابس بيجامه وقاعد ورا كيبورد يضرب كلمتين ممكن ينتج عن ده فتنه، ممكن ينتج عن ده ضغينه. لا احنا تخطينا. فانا قصدي اقول لك ان في عالم الصحافه كمان، هل لازم يكون في وقفه ما للسيطرة على سيل اذا كان السوشيال ميديا صعبة السيطرة عليها، لان انا بكتب على صفحتي والناس بتعمل صفحات فيك، ده موجود مش هنقدر نمنعه، بس ده مش رسمي. لكن قنوات فضائية مفتوحة للهراء ليل ونهار، قنوات رياضية مفتوحة، وناس عمالة تقول أي كلام في أي كلام في أي كلام في أي كلام، واللي يطلع يقول لك الرئيس اتصل بمش عارف مين إيه يا جماعة، مفيش حدش محدش بيحاسب الناس دي، والناس طالعة تقول أي معلومات في أي كلام وأي حاجة في أي حاجة، محدش بيحاسب. فخلاص إذا من آمن العقاب سألت. هو ده اللي حصل للاسف، اللي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. هي كلها على بعضها منظومه، يعني المنظومه الرياضيه بقت للاسف سيئه السمعه عندنا في مصر. الاتحاد الكوره والمسؤولين عن الكوره والانديه، بعض مسؤولي الانديه بالتصريحات الغريبه، الصحفيين. انا هقول لحضرتك على حاجه، هي الصوره ليست الافضل، ولكن طبعا برضو في شق اخر، وهي فكره ان احنا بننتقد بشكل لازع معظم الوقت. يعني هقول لحضرتك حاجه برضو استاذ محسن، ممكن كلامي ده ما يعجبكش شخصيا، بس انا مش مع مدرسه ان انا اقعد انقد انقد انقد. يعني انا هقول ان اتحاد الكوره اكيد مش سليم كل القرارات اللي هو بيصدرها. صحيح. في بعض الامور كان لازم يشتغل عليها بشكل افضل. هتقول لي مثلا البعض بيقول ان في مجاملات، ربما، انا ما اعرفش، ربما، لكن فكره برضو ان انا كمتلقي وكجماهير وكعامل في هذا المجال الرياضي، انا بنتقد بشكل لازع كل حاجه. الثقافه بتاعتي انتقد بس. لا. ما بنستناش. حتى لما جينا، هدي لك مثال بسيط جدا، كابتن ايهاب جلال لما جه درب المنتخب مصر، ما هي القصه كلها انا ما اديتش الراجل فرصه، وكان معاه اصلا سكواد كله منهك، ومحمد صلاح ما كانش موجود وغيره وغيره. انا لا انظر لده، انا انتقد على طول. وفي برضو معلش سنة ظلم موجودة، لان احنا ثقافتنا كده، انا عايز الامور تمشي زي ما انا عايزة، يا انتقد يا انت مش عارف تشوف شغلك، يا هنا في فساد. دي وجهة نظر ربما تكون موجودة. لا لا، حضرتك كلامك صح، لكن مثلا على المثال اللي حضرتك ضربتيه بتاع الكابتن ايهاب جلال وما خدش الفرصة، والكلام ده صحيح تمام، لكن
الناس ليه اعترضت او الناس اتضايقت؟ لان الطريقه اللي جا بيها ما كانتش صحيحه. يعني مثلا انه يجيب هنجيب حسام حسن، لا 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 ده يعمل لنا مشاكل في مش عارف مين، هنجيب مش حسن شحاته، لا يا عم اصل ده كبر في السن. يعني الطريقه اللي بيجيبوا فيها طريقه اشبه بالعشوائيه، يعني مش طريقه صحيحه، ما فيش اسس، ما فيش معايير. يعني مثلا ايه العشوائيه دي اصبحت مؤخرا، وعلى فكره في رياضه وفي غير رياضه بقت توجه عام عند ناس كتير باستثناء قله قليله دارسه وفاهمه وعارفه بتقول صحيح. إيه لكن الباقي في ناس كتير جدا تصطادلك في الميه العكره، تطلع لك القطط الفطسه في اي حاجه مش عاجبها العجب. هقول لحضرتك على حاجه، في 2006 الاتحاد الكره الالماني طلع عمل خطه للفوز بكاس العالم 2014، والخطه دي موجوده والفيديوهات موجوده، وفي النهايه وصلوا ان هم فازوا. طبعا ما حدش بيقرا الغيب يعني بيعلم الغيب، لكن في النهايه انت بتجتهد بيجتهد. يعني السنه اللي فاتت هقول لك مثلا ايه، كتير مثلا ايه قال لك اصل الاهلي محظوظ ده شارك في كاس العالم للانديه وهو وصيف. هو على طول بيقولوا الاهلي محظوظ. لا لا مش اللي يقول المقوله المعتاده. انا بقول لحضرتك هو مش محظوظ، لكن هو صنع حظه. بمعنى ايه؟ بالزبط. ليه الاهلي اشترك؟ لانه اجتهد ووصل للمباراه النهائيه، خسر. لما جات الظروف الدوله الوحيده اللي تلعب فيها كاس العالم اللي الاهلي شارك لو تلعب فيها المغرب عشان البطل منها شارك. طب انت بتيجي تنتقد، انت حضرتك كنت وصيف. دي كانت ضربات قدريه بحت. لا يعني بقول لحضرتك هو ليه ربنا بيكافئك اللي كل مجتهد النصيب. طبعًا. انت اجتهدت ووصلت للمباراه النهائيه، خسرت، ما دي كوره في النهايه، كوره فوز وهزيمه، خسرت. لكن انت عشان اجتهدت شفت وصلت لفين، اشتركت في بطوله لم تكن فائز بالبطوله. هي العمليه كده. هي الناس اسهل حاجه عنده الفاشل يقول لك اصل ده محظوظ. يا عم مش محظوظ، يعني اهداف الاهلي في البلس 90 اصله محظوظ، اديني حظ الاهلي. طب ما هو بيجتهد، ما هو بيروح، ما هو بيجي. انا ببقى يعني شفت في مره بيحارب لاخر دقيقه، يعني ايه المشكله؟ كان الاهلي محتاج جون والحكم رفع قال لك 3 دقائق، كل الجمهور هيص. ايه احنا هنبتدي ماتش لثلاث دقايق؟ احنا في 90 ما عملناش حاجه. لكن فعلا في كانت ماتش الاتحاد الليبي والاهلي سجل الهدف الثالث فيها وتاهل فعلا. ليه بقى؟ لان انت بتلعب لحد صافره الحكم في النهايه. ما تجيش انا اسلم من الدقيقه 60 ده انا خلاص مش عارف ايه، وتيجي تقول لي يعني ما تسويش اللي بيجتهد باللعب ما بيعملش حاجه. على صعيد بقى احنا دلوقتي بنتكلم على صعيد الفرق والكوره نفسها، على صعيد الحمد لله الحمد لله بس تصدق عملت اضافه حلوه في الفقره. على صعيد الجماهير والمشجعين، هل اختلف كواليتي المشجع الحالي عن كواليتي المشجع بتاع زمان؟ يعني كان زمان مثلا لو هنتكلم على مشجعي الاهلي والزمالك والقعدات الحلوه اللي في القهاوي والمناوشات اللطيفه التي لا تخلو من خفه الدم وسرعه بديهه المصريين الى اخره، دلوقتي احنا وصلنا في حته ثانيه خالص. ما هو عشان انتقلت العادات الحلوه دي الى عادات على السوشيال ميديا. يعني احنا النهارده كنا بتقعد مع اصحابك الاهلاوي والزملكاويه مثلا 10، مش هيجيب الرقم ده على القهوه او في بيت حد او في قعده حلوه على النيل ولا بتاع 10، لكن النهارده قاعدين 10 مليون قاعدين بيكلموا بعض، كله بيكلم بعض، ويجي نجم يجي حاطط كلمه ملهاش اي لازمه عشان الترند، يخش ده يشتم ويخش ده يرد طبعًا. ويخش لا بقت العمليه، بس دي مستحدثات عصر للاسف مش هتقدر تحكمها. يعني ده السوشيال ميديا فضاء يعني عالم مفتوح. عالم افتراضي رهيب جدا. انا خليني دايما في الرسمي، يعني انا دايما بقول ايه، ما هو المشجع ده متلقي من الاعلام، ما هو الاعلام بيديله، انت لما تديله اعلام كويس خلاص هيبقى هادي قبل ماتش. ما في ناس ما بتستناش لما يبقى في يعني اعلان رسمي عن شيء. يعني كنا بنقول في اول حلقه النهارده إعلان. لا اعلان عن شيء، يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا احنا انا ونهاوند اليومين ثلاثه اللي فاتوا بنتكلم عن ماتش السوبر المرتقب من منطلق انه لقاء هيجمع ما بين الاهلي والزمالك بطبيعه الحال، وده اللي تمام. كان حاصل تمام. حتى في الوقت اللي ابتدى يكون في كلام عن امكانيه او احتماليه انسحاب الفريق المنافس، احنا ما ينفعش نطلع نتكلم على هذا الاساس اللي في الاخر كلام سوشيال ميديا بالظبط حاجه رسميه. واستنينا لغايه لما حتى نهاوند قالت التفصيله دي في اول حلقه النهارده، استنينا لغايه لما يبقى في اعلان رسمي من الجهات المعنيه حل. ونتكلم بموجبه. غيرك ما بيعملش. في ناس ما استنوناش بقى بالزبط. في ناس مستغلطانه الثلاث ايام اللي فاتوا انتوا بتتكلموا. لا اللي عايز استغلطك استغلطك ادي اند. ده موجود ده موجود. انت شوف بقى القنوات الثانيه او مش كلهم طبعا، بعض القنوات ناس تطلع وبعدين تقلل من ده تهين من ده. ده اصل مثلا الاهلي اصله خايف، ده الزمالك خايف. يا جماعه هو انتوا ليه بتسخن الدنيا؟ ليه تستفز الاخر؟ ما هو المتلقي ده مش في سني وسن حضرتك او حضرتك، لا ده لسه شاب مشجع عنده 12 سنه ما يعرفش الكلام ده، ما عندوش كم الخبرات ده، فبالتالي بيغلط وبيتلقى منك فانت تغلط، وبالتالي لما يشوف المسؤول قدامه بيغلط والاعلام اللي هو مفترض بيعلم اعلام دي رساله ساميه بيديله الكلام ده، فبالتالي يحاسب مين؟ يعني انت تحاسب مين؟ يعني الجمهور او المتلقي نتيجه للي بيشوفه. يعني احنا مثلا هدي لك مثال في تونس عشان في شويه اضطرابات شويه ولا بتاع، شوف وصلت لماتش جمهور الترجي في ماتش الترجي وشبكه القبائل اللي مش شغب ليه يعني كده؟ فريق كسبان بره 1-0
وعلى ارض الشوط الاولاني كسبان 1-0، واحد دخل بمنشار كهربائي الملعب. انا دي ده هم قبضوا عليه امبارح وفرحانين هم قبضوا. ايوه بس دخلوه ازاي اصلا؟ ده ياخد ده ياخد جائزه رجل العام. انت دخلت بيه ازاي؟ انا عايزين النهارده دخل بيه خبيته فين؟ ده مش داخل بمطوه، ده داخل بمنشار كهربائي. ده انت هنا بغطى ازازه المياه المعدنيه بيترمي منك، يعني عشان ما عشان ما ترميش الميه تبقى تعور حد، غطى الغطى بتاع ازازه المياه المعدنيه. فيا بالك الباشا داخل بمنشار كهربائي وبيصور فيديو عادي جدا. ايوه يعني ما كانش في رقابه وتفتيش، يعني غريبه شويه. حتى من غير تفتيش، هل في واحد عاقل هيخش يعمل كده؟ اكيد لا. لكن هو متلقي بقى، ما هو ايه السخونه ما بين بقى النادي ده بيشتم في النادي ده والنادي ده بيشتم في النادي ده والمسؤولين وكل واحد عايز يركب الترند. وانا اصلي زي النهارده بشوف تصريحات لبعض اللاعبين القدامى في انديه عشان يكسب ثقه جمهور، يجي متهجم على يا عم ما تخليك في حالك، يعني هي انت مش ناقصه. الترند ده خرب الدنيا على كل هو ده اللي خلص الدنيا حقيقي. مش في الكوره والله، في لا 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 الترند في كله. انت هتقول لنا بالظبط وانتوا هتقول لنا بس في الكوره، عشان الكوره لمسه مع الناس قوي على العالم كله. النهارده ميسي ورونالدو وصلاح دول بمثابه رؤساء دول، الناس كلها عارفاهم في كل حته يعني. فعشان كده دول نجوم العالم، يعني مش نجوم مجتمع، نجوم عالم. فعشان كده لمسه قوي مع الناس وقريبه جدا من الناس، والبزنس فيها عالي جدا. فعشان كده بقى خلاص الناس والبزنس برضو زيه زي الترند من الحاجات اللي افسدت الرياضه وغيره. من هو ده اللي بيجيب فلوس. وانا النهارده هطلع انا هقول لاي هطل فهعمل ترند فهجموني بقى وادفع خد قد كده وابقى حصري، ما هو موجود في القنوات الثانيه للاسف الشديد. والله يا اسهل حاجه الواحد يلجا لحاجه زي كده، بس البني ادم اللي بيحترم نفسه ما يعملش ده. ما هي اللي عنده احترام ذاتي ما يعملش حضرتك ده. في مصر في طريقين للشهرة، وقيس على ده بقى اعلاميات وغيره وغيره وغيره. حضرتك يعني في مصر في طريقين للشهره، يا اما تجتهد وتتعب وتصل، يا اما تقلع وتجري في الشارع. هم اختاروا الحل الاسهل. احنا نكتفي بهذا القدر بقى انا بتاعي طالما وصلنا للمرحله دي الحقيقه. يعني بنسعد والله دايما بوجودك معانا. شكرا جزيلا. ربنا يخليك وان شاء الله نلتقي على خير كده قريب، ونكون بنتناقش بقى في انتصارات اهلاويه مستقبليه ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. نورتنا اكيد فيو محسن. هنروح فاصل سريع جدا ونستقبل ضيفنا العزيز اكيد كابتن فتحي نصير بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم اكيد في اخر فقره معانا وختمها مسك بقى معانا ضيفنا العزيز جدا طبعا كابتن فتحي نصير، واللي بينورنا واللي بيبقى ليه تحليلات كده خاصه وبيبقى وشه بالمناسبه كمان حلو على النادي الاهلي طبعا، نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر. صباح الفل يا كابتن. صباح الخير. صباح الخير. منور الدنيا والله. زمان يا كابتن. أيوة. فتحي والله زمان. وحشنا والله. انت اكتر والله. يا رب تكون في احسن صحه. سعيد 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 ان بلتقي بنجمين كبار قوي يعني. يا نهار ابيض ده احنا والله يا كابتن فتحي. يسعدنا ويشرفنا. طيب تعالى بقى نبتدي بعد اذن حضرتك بطبيعه الحال بكلامنا يعني عن ماتش السوبر والاوضاع اللي اتغيرت، وهل مثلا كولر والجهاز الفني مضطر ان هو يعيد ترتيب اوراقه او يعيد حساباته نظرا لتغير المنافس في هذا اللقاء المرتقب؟ لا، هو الهدف واحد. سواء كان نادي بيراميدز او نادي الزمالك كان الهدف الكاس. صحيح. يبقى الهدف ما كانش مش هيتغير، لكن اللي هيتغير الفرقه اللي قدامك، اسلوب لعبها، طريقه لعب لها، الضغوط النفسيه. هل الضغوط اللي هتكون على لعيبه الاهلي لما هيكون لاعب الزمالك هي نفس الضغوط انه هيلعب بيراميدز؟ هتبقى مختلفه. موجوده هنا ضغوط وهنا ضغوط. وهنا لها يعني حيثياتها. فمثل بيراميدز دلوقتي بقت جديده، فاصبح ضغوط تانية ان بيراميدز خسرت من الكاس في النهائي. فجايه دلوقتي هي بطموحات تانية طبعا وبفكر تاني. انت لما كنت هتلعب الزمالك ما كانش خسران معاك، هو كان بيلعب معاك البطوله وهي نفس البطوله. فهتلاقي الافكار والضغوط العصبيه على اللعيبه تختلف من ماتش بيراميدز عن مباراة الزمالك. والزمالك دايما يعني أنا مش بصحح معلومة، بحب أقول معلومة لنا كلنا. هو الزمالك لم ينسحب، الزمالك اعتذر لأن المباراة لم تبدأ. عادة نقول الانسحابات لما يكون المباراة بدأت ولعبت فيها شوية وخرجت. هو ده اصلا وارد يا كابتن فتحي؟ يبقى ده انسحاب. لا مش شرط. لا يعني نختلف في التفسير. يعني انا بقول يعني عاوزين نخففها شويه. نخففها طب عشان خاطرك. يعني عاوزين نخففها عشان خاطرك بس والله. لا نخففها. لكن هو ما كانش افضل شيء على كل حال. لا طبعا يعني. لا ما هو الاعتذار. لا بنتكلم على المسمى بس. المسمى يعني لكن يعني. الاعتذار التوقيت غير مناسب.
يعني توقيت الاعتذار غير مناسب، خصوصا ان دي بيعتبر السوبر ده يعني ايه السوبر؟ حاجه متميزه طبعا. يعني ده فرح، وعاده السوبر ده بيتلعب في بدايه كل موسم وده الموسم اللي قبل اللي فات، يعني ده حاجه قديمه يعني احنا مش السوبر الجديد ده، السوبر القديم وبيفتتحوا بيه الموسم عاده انهم يلعبوا مباراه السوبر، يلعبوا افتتاح والناس بتبقى جايه وفرحانه، بطل الدوري مع بطل الكاس مع، يعني الحاجات دي بتبقى يعني لها يعني وضع تاني غير مباراه تنافسيه. صحيح. هي اتقلبت بقت مباراه يعني فيها شد وجذب ومين يلعب ومين ما يلعبش. وبعدين انا يعني مش عايز اقول ده لعب لانه موقوف وده لعب لانه ما كانش موقوف، انا بلاعب نادي بغض النظر هل اللاعب ده مسجل عنده ولا لا، رضي انه يلبس فانيلته الحمراء ولا لا. ما هو ليه بقى في الفتره الاخيره في حساسيات من نوع شديد الخصوصيه بقت بتحصل في ماتشات كتيره الاهلي طرف رئيسي فيها، يعني طول عمر ماتشات الاهلي والزمالك ليها حساباتها وليها وضعها وليها خصوصيتها بالزبط. لكن مثلا البيراميدز تحديدا لما بيلعب الاهلي بيبقى الماتش ده حساس لاعتبارات كتير ملهاش علاقه باللي بيحصل في ارض الملعب قد ما ليها علاقه بحاجات متراكمه من قبل كده. بالظبط. لا بيراميدز يعني اسباب الحساسيه غير ان هو اصبح منافس قوي مع الاهلي والزمالك، بيراميدز للمشاكل اللعيبه اللي اتنقلت من النادي الاهلي ودي اللي كنا عارفينها. نادي الزمالك نفس القصه، يعني نادي الزمالك طموحه ان هو عايز يحاول يحصل الاهلي في بطولاته وعاول بقدر الامكان ياخد اي بطوله، فبيشوف وجهه نظره ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، انا مش عايز يعني احكم عليها هم. لا احنا اكيد احنا يعني هنبقى معنيين اكتر بنفسنا بالزبط. بس احنا لما هنيجي نتكلم احنا كنا نتمنى ان حتى جماهير الزمالك ما تزعلش، ان في ناس كانت غضبانه جدا من هذا الانسحاب، في ناس كانت فرحانه، بس في ناس سافرت، في ناس دفعت فلوس، في ناس اخذت اجازات، ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع كريم طبعا. اعتقدش ان هو افضل مشهد يعني، بس على كل حال زي ما حضرتك قلت هو مباراه في الاول وفي الاخر الاهلي لا ينظر مين المنافس بتاعه، المباراه كده كده على بطوله، فاكيد احنا مركزين، اكيد احنا عاملين حساب ان احنا بنلعب على فوز مهما كان. وهي بتاثر نهاوند بالنسبه للحته دي، يعني انت ذكرتي ان كان في هناك جمهور وجمهور زعل وكده، ده بتاثر حتى على الاطفال. انا ليا ابني موجود في ابو ظبي وحاجز التذاكر واشترى لابنه الصغير، وابنه الصغير طبعا اهلاوي معاه واحد صاحبه زملكاوي، وابن الراجل ده زملكاوي، فهو رايحين مع بعض، انا الاهلي وانا الزمالك. فبيكلمني دلوقتي قبل ما اخش في الاستوديو ان ابن الراجل التاني عمال يبكي وبيعيط انه مش هيروح المباراه لان ما فيش زمالك. فدي برضو يعني مش بتاثر على الكبار ولا الصغير، رد فعلها يعني القرار يعني النفسي مش افضل شيء يعني كتير على بتاثر على الاطفال كمان. ناهيك يعني عن تاثيرها بقى السلبي على شكل كره القدم المصريه عموما. طبعا يعني اصل حاجه احنا رايحين في بلد تانية لو عندنا مفيش مشكله بالظبط كده، يعني احنا هي بلدنا الامارات طبعًا. جزء مننا والحاجات دي كلها، لكن ما يصحش ان انا اكون رايح على هناك. القرار كل واحد اللي بياخد قرار هو درسه كويس قوي وهم حاسبينه كويس قوي وكل واحد عارف مصلحته. ويا ريت حتى تم الاعلان عن القرار قبلها بايام او بوقت كافي، مش يعني هو السسبنس ده كان يعني مطلوب باي حال. مطلوب لانهم مستنيين قرار اللجنه اللي هتجتمع وتشوف اللجنه هيحصل فيها ايه، هل هتوقف اللاعب ولا ما توقفش اللاعب. لكن لو خدناها بسهوله وبساطه وكده بتيرس مش هنلاقي يعني مطلوب ان انا اوقف ثلاث لعيبه، اوقف ثلاث لعيبه ليه؟ في لائحه بتقول ان العقوبات على المسابقات، يعني اللي بيطرد في الكاس يتوقف في الكاس، اللي بيطرد في الدوري يتوقف في الدوري، اللي بيطرد في السوبر يتوقف في السوبر، لكن ما الدنيا مش متلخبطه مع بعضها، خصوصا ان ده اتطرد مثلا في دوري 2023 وانا بعمل بطوله بتاعت 2021 ولا 22، الدنيا داخله ببعضها لان الدوريات مش مختلفه. فهم لو تفهموا هذا الموضوع هيعرفوا ان الامور ما تستحقش هذا الوضع، ويلعب ده ولا ما يلعبش ده المهم انت اسمه الاهلي بيلعب الزمالك بغض النظر مين اللي هيلعب. انا اللاعب ده ما يفرق ما عندي في ايه ولا ما يفرقش في ايه، مش هي ده اللي يعني على فكره برضه من امبارح بالليل ابتدت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ناس كتير تتكلم عن ان اللاعب الفلاني ده اللاعب المعني بكلامنا
ممكن جدا ما يشاركش في اللقاء اصلا، ممكن او يتم تاخير الدفع بيه لغايه اللحظات الاخيره. أي ما اصل احنا دلوقتي المدرب هو المسؤول، وممكن يبدا بيه ممكن ما يبداش بيه، ممكن ما يلعبوش خالص ويريحوا الماتش الترجي ممكن. اه لان احنا عندنا ماتش تاني. طب كمان كهربا يعني؟ طب ما تقول كهربا كهرباء. بنتكلم على اللعبه وانا مش بقولهاش، مش بقولهاش من باب الخوف مثلا، لا 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 من لا باب لا التأدب يعني. اه يعني لا احنا يعني بنغلفها لان احنا بنهدى في الحديث، مش عاوزين نشعل كهرباء. خلاص كهرباء. لا بس بنتكلم في الاطار اللي يتماشى مع توجهات القناه وتوجهات النادي وطبيعه جماهيره كمان. لا طبعا يعني ممكن زي ما حضرتك قلت برضه ان كولر ما يقدرش ما يبداش ممكن بيه. ما يبداش بيه، ممكن يبدا بمحمد شريف، ممكن يبدا بكهرباء يعني هيبان اكيد، لان احنا برضه بنفكر في مباراه ثانيه وهي الاهم والمهم، مباراه الترجي. يعني مباراه الترجي دلوقتي طبعا دي حاجه، دي طبعا دي لها حسبه ثانيه ولها فكر ثاني، ودي توصلنا ان شاء الله للنهائي باذن الله يعني. طب فكرة هنا برضو الحديث عن بعض اللاعبين، بما احنا اتكلمنا عن كهربا ومحمد شريف، عايز اتكلم معاك عن ثبات وتألق بعض اللعيبة كمان مؤخرا، ومنهم كهربا ومنهم مروان حمدي وغيره. بتشوف برضو ده ازاي مع كولر؟ يعني كولر اعتقد هو اللي قدر ينجح في فكرة اعادة المستوى مرة تانية للعيبة وثبات كمان المستوى، مش مثلا بنشوف تألق في ماتش وخلاص، لا في ثبات في المستوى. ما هو دي بقى نقول ايه، حرفية الصنايعي، حرفية المدرب. فالمدرب هو فاهم، عارف اللعيب ده إمكانياته إيه، عارف إيه اللي فيه، عارف اللي ممكن يطوره إزاي، عارف إيه اللي كان بيخليه مستواه يتهز، مرة يلعب كويس قوي مرة يلعب تاني ماتش وحش قوي، هل بسبب الخصم ولا بسبب الجو ولا بسبب اللاعب اللي بيلعب جنبه، كل دي او بطريقه او الجو نفسه اذا كان درجه الحراره حر او برد او كده، الحاجات دي العوامل المؤثره في تغيير مستوى اللاعب. فطبعا هو عارف الحاجات دي كلها، فبدا حط ايده على الحاجات دي بالنسبه لكل لاعب، وقدر يوصله بحيث يبقى فيه ثبات في مستوى اللاعب. ولو هناك ثبات في مستوى اللاعب هيبقى فيه ثبات في مستوى النادي الاهلي وادائه مع الفرق المختلفة اللي بيلعبوا. يعني للأمانة لفترات كان الكلام ده ينطبق على أكتر من لاعب، يعني في وقت من الأوقات كنت مثلا الماتش اللي تلاقي فيه حد زي مثلا أليو ديانج لما يكون مصحصح وفايق وفي الفورمة مخيف ومرعب، تمام؟ وفي أوقات تانية بالكاد تستشعر وجوده. ما هو بقى المدرب عاوز يخلي كل اللعيبة دي ثابتين بقى، الثبات أو النضج، النضج الفكري، النضج الكروي، النضج الذهني عندهم، النضج الخططي عندهم في فهم كل الواجبات دي، النضج ده عايز يخليه ثابت في كل اللعيبة، وبالتالي الفرقة تكبر. لكن ما يبقاش واحد النهاردة كويس قوي والتاني أقل منه، وبعدين الماتش اللي بعديه يبقى العكس، هتبقى بتاع أب أند داون طالع نازل. لكن أنا هنا هو الراجل فاهم وعارف إزاي يحافظ ويقرب ويخلي النضج الكروي للعيبه اللي قدامه اللي هو بيبدا بيهم كلهم في مستوى واحد، بس مش ال 11 ده، على الاقل في 14 واحد، لانه بيعمل تبديلات وتغييرات طبعا. والتبديل والتوفيق اللي بيعملها دي بيجي بنفس المستوى اللي هو قبل، يعني اللي نازل ترس في اله عارف هيعمل ايه بنفس الشغل اللي كان بيشتغله قبليه. كلام جميل. طيب تعال بقى كده نحاول ان احنا نركز شويه، بيراميدز والاهلي، فنيات هنا وفنيات هنا. انا طبعا ما ينفعش اسال حضرتك عن توقعاتك او التشكيل، لان دي حاجات يعني مهما قلناها شغل يعني مش شغلنا بالظبط، لكن متصور اللقاء هيكون ازاي وفقا هنا كمان تحديدا للنادي الاهلي؟ هل احنا مفروض نضغط من الدقايق الاولى؟ هل المفروض نحسم المباراه في زي ما بنقول سريعا؟ يعني ايه الصح يتلعب من وجهه نظر طبعا كابتن فتحي مبروك؟ اولا انا فتحي نصير انا احييكي انك قلتي ان الموضوع ده ومن الاستوديو ده الموضوع ده شغل المدرب، ان المدرب هو اللي يقول طبعاً مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب. برضو نفس الحكايه، المدرب هو اللي هيقول انا هبدا ازاي، بضغط من الاول، ضغط من نص الملعب، هلعب زون، هلعب ضغط، هل دفاع متقدم، هلعب دفاع وسط ملعب، هلعب دفاع متاخر، هل دفاع منطقه، كل الحاجات دي برضه هيبقى شغل المدرب. يعني احنا بنقول ان النادي الاهلي لعب مع بيراميدز قبل كده وكسب بيراميدز في نهائي الكاس، واكيد وكانت مباراه
فيها نديه بين الفريقين. في ماتشات منهم لعبناهم بضغط من الدقيقه الاولى وفي ماتشات دفعنا في الاول. بالظبط. هو بقى شايف فكره ايه وهيعرف بيراميدز مثلا جاي وهيقول ده جاي من جنوب افريقيا، رجع من ساوث افريكا، رجع بالطياره. فرصه ليهم كبيره. مسترع لبيراميدز. ايوه بس برضه هم هيلعبوا الاهلي. مش هيلعبوا فرقه ثانيه والاهلي يعني مش دلوقتي. بس هو القدر بضرباته المستحبه احيانا بالنسبه لهم من وجهه نظرهم اداهم فرصه ان هم يلعبوا الاهلي في ماتش ما كانوش هم طرف اصلا. بالظبط. ما ده دي من ضمن الحاجات اللي هي هم يعني كانوا الاول لما خدوا قرار قال لك لا احنا مش موافقين. المدرب ما كانش موافق ولكن اللعيبه مجهده واللعيبه لسه جايه من سفر وبتاع وكده ومن وجهه نظره، بس جات له توجيهاته من ادارته من النادي لان بيراميدز طبعا ملاكم من الامارات، فطبعا مش ممكن ما يلعبوش وهم المباراه هتتلعب في الامارات وهتتلعب على استاد كل الناس بتحبه اللي هو استاد محمد بن زايد لانه بيحمل اسم رئيس الدوله. يعني النادي ده يكفي ان الاستاد له رمزيه وله خصوصيه ان استاد محمد بن زايد. الامارات بصراحه يعني كلمه بره الموضوع بس رائعه الجمال بصراحه. يعني انا كان اول مره اسافرها ايه ده؟ ايه الجمال لا ده؟ لا ايه دبي دي؟ ايه الامارات دي؟ لا لا لا, 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 لا مش معقول بصراحه. يعني بالمناسبه كان وناس جميله وتعامل رائع واستقبال جميل يعني أحد بصراحه. احد الرؤساء اللي قدامه كانوا بيكلموني بيقولوا لا ده هي جنينه واتبنت فيها المباني من يعني مش ان هم مباني بقى فيها جناين. يعني كم الخضره اللي موجود هناك صراحة. يعني كم في الشوارع في الطرق وكده فعلا عمرها الحقيقه دوله نموذج يعني. بالظبط بالظبط. فطبعا انها تستضيف هذه البطوله وتستضيف بطوله كاس السوبر وتستضيف على استاد رئيس الدوله استاد محمد بن زايد النهيان، دي حاجه تكريم للفرقتين اللي هيلعبوا. صحيح. طيب على صعيد اخر بقى بالنسبه لمباراتي الترجي، رؤية حضرتك الأمور هتمشي فيهم إزاي؟ تعال نبتدي بلقاء الذهاب. يعني أنا شايف بس الأول نشوف القرارات اللي هياخدها إيه الاتحاد الإفريقي على فرقة الترجي. هل هتلعب بموجب اللي حصل في طبعًا مع آخر مباراة مع الفريق الجزائري وطبعًا حصلت فيه مشاكل والجزائر طالبة إن المباراة تتحسب لها. لأن هناك كان 1-0 وهنا 1-1 فطبعا هو ممكن يبقى في اي قرارات ينتج عنها تغيير في الجدول. لا هو التغيير ممكن في عدد الجماهير اذا كان في جمهور ولا لا والملعب هل يستضيف هو الكلام اللي اتقال وقتها من وزاره الداخليه التونسيه ان هيتم منع اي مشجع دون سن ال 18 لا ده لكن قرار ما كلموش في اعداد. لا ده القرار السريع اللي بيحدده ده كانت الداخليه التونسيه، اما قرار الاتحاد الافريقي ده حاجه ثانيه. يعني ممكن يمنع ممكن القرارين يعني مش وارد يتعارضوا مع بعض؟ لا ما يتعارضوش لانه كله تاديبي. يعني ده قرار وده قرار والاثنين يعني هو ممكن يعني لو بيان الداخليه بيتكلم عن اعمار اللي يقدر اعمار هو ممكن يتكلم عن اعمار لكن في الحاله الثانيه بيتكلم عن اعداد اللي يحضر. ممكن يتكلم في الاعداد، ممكن يتكلم في المكان نفسه. يعني استاد رادس اللي هو بيتلعب فيه ممكن يقول لك لا مش هيتلعب فيه المباراه يعني رغم ان هو لاسباب امنيه يعني يعني هو رغم ان هو الاستاد ده يعني الوحيد اكبر استاد عندهم في تونس. يعني اذا كان في انديه ثانيه مثلا هتلاقيها في بنزرت، هتلاقي في استادات ثانيه يعني في سوسه ممكن تلاقي الحاجات زي كده، لكن ده اكبر استاد موجود عندهم. صفاقس عندهم استاد برضه هناك فما نعرفش هل ممكن يتنقل ولا لا، الله اعلم. فدي برضه لان الترجي اصلا من تونس العاصمه فلازم هيلعب في الملعب بتاعه اللي هو هناك. فالعدد الجمهور والقرار والمكان اللي هيحدده الاتحاد الافريقي، وبالتالي هنقدر نتكلم على المباراه لأن المباراة ما تبقاش داخل الملعب بس، المباراة داخل الملعب وخارج الملعب الجمهور ثم الاستقبال ثم الجماهير ثم الكلام ده كله عشان يبقى كلامنا صادق ومعقول وفي عقلانية إن احنا بنتكلم صح. لازم تكون قدامي كل يعني الترابيزة كلها مكشوفة كل ما أتمنى. فده بالنسبة له. أما بالنسبة لهنا احنا إن شاء الله بنطمع بأمر الله ماتشنا اللي هنا ما يقلش برضو عن ال 50-60 ألف اللي بيتوافق عليه الجهات المسؤوله والجهات الامنيه. وشفنا ان احنا لعبنا مباراتين قبل كده وقمه الالتزام. صحيح. بالنسبه للاعيبه المدربين وبالنسبه للجمهور، الجمهور دخل ال 60 ألف وخرجوا ما حدش بيشعر بحاجه، ما تحسش ان في
القلق والناس والخوف وكده، وفي نفس الوقت ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفق النادي الاهلي لما بيلاقي جمهوره، اللعيبه حسوا بالجمهور، اللعيبه دي اول مره تلعب هذا الجمهور في مصر، فحسوا بيه، فعرفوا قيمته، حتى المدرب ما يعني بقى مخضوض يعني يشوف الجمهور، بس هو مش جمهور قاعد، ده جمهور هو بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، وده جمهور النادي الاهلي اللي احنا ان شاء الله باذن الله هتكون يعني الشهر ده او شهر 5 ده مع السوبر مع الماتشات دي هنكملها للنهائي بامر الله يا رب ان شاء الله. طب هو الوقت بيجري برضو كابتن فتحي، بس يعني حابين برضو ناخد رايك في كذا نقطه سريعا. لو هنتكلم شويه على فكره يعني طرحناها مع برضو استاذ محسن في الفقره السابقه، وهي الضغوطات المستمره للنادي الاهلي تحديدا، هنتكلم ان هو بطبيعه الحال بيشارك في بطولات كتيره جدا، فكل موسم بيتقال ان الموسم الجاي هيكون افضل من ناحيه الجدول ومن ناحيه الضغوطات وغيره، ولكن بينتهي الامر ان نفس السيناريو بيتكرر او مكرر مره اخرى. فاكيد احنا مش هنلاقي حل ده، لان ده برضو مش بتاعتنا احنا، مش النقطه اللي احنا هنقدر من خلال برنامج نلاقي حل، ولكن انا عايزه اقارن شويه بوقت حضراتكم. طبعا البطولات كانت اقل بنسبه كبيره، لكن ازاي كنتوا بتتعاملوا مع فكره الضغوطات برضو؟ لان النادي الاهلي لا يخلو تاريخه من ضغوطات في المباريات وغيره. اولا كان عدد الفرق اقل، يعني زمان دلوقتي 18، زمان كانوا 12، فطبعا 12 يعني 22 مباراه في الموسم، دلوقتي 18 يعني 34 مباراه في الموسم، فطبعا عدد المباريات كتير. زائد البطولات، كان زمان ما كانش فيه سوبر، زمان ما كانش فيه بطولات افريقيه متعدده، هي كانت بطوله واحده اللي بنشارك فيها، ما فيش بطولات عربيه، ما كانش فيه كاس عالم افريقيا في المطلق، يعني ما كانش فيه بطولات كاس عالم، ما كانش فيه كل الكلام ده، وبالتالي المباريات زمان كمان كانت بتلعب على ملاعب المباراة الفرق التانية، يعني مش على استاد واحد بتلعب فيه 3-4 فرق، هتلاقي ال 12 فريق له 12 ملعب، فانت لما بتلعبها على ملاعبك تلاقي ما كانش فيه فار، فيقولوا لك لان دلوقتي الفار عندنا 3، يبقى ما تزيدش عدد المباريات في الاسبوع عن 3، ليه؟ لان اجهزه الفار فيها 3 بس، فما تقدريش تعملي، فتضطر 3 النهارده و3 بكره طبعا. فالماتشات بتتاجل وما كانش فيه سوشيال ميديا وقتها بكل ما فيها من ضغوطات. لا انا بقول حتى الادوات الفاسيلتيز اللي هي موجوده ان ان الماتشات ما تتلعبش بانتظام، دي لها برضه مردود طبعا. وبعدين ايه، ما كانش فيه الاعلان الاعلان عشان الدخل والفلوس وكده، ان بيقول لك المباريات لابد ان ما تجيبش مباراتين كبار في نفس التوقيت عشان اضمن التلفزيون المباراه واحده، فالناس تبقى شايفه هذه المباراه، ثم المباراه الثانيه بعديها، ثم المباراه الثانيه في يوم ثاني، كل دي في عوامل ثانيه تدخلت في الفتره اللي احنا فيها دي، لان يعني فكره التجاره محاوله البيزنس طبعا دخل في الكوره، فهو اللي غير منها، غير ان انا دلوقتي غيرت الاحسن ولا الأسوأ؟ يعني افسدت ولا اصلحت؟ لا، هو لو الامكانيات بقت كويسه هتبقى الاحسن، يعني هي دخلت بس ما دخلتش كلها، يعني مثلا اما تخش ممكن تخش مع امكانيات كتيره، الامكانيات ضعيفه، هو المقياس او المرجعيه حجم الامكانيات ولا توجيهها؟ لا، ما هو لازم الاثنين مع بعض، يعني حجم الامكانيات زائد التسويق. انت دلوقتي شركات الاعلانات واللي بتعمل الاعلانات دي، اما بتعمل مباراه فيها النادي الاهلي غير ما تعمل مباراه ما فيهاش النادي الاهلي، لان كل الناس عايزه تشوف النادي الاهلي. لو النادي الاهلي بيلعب كل الناس هتشوفه، مش هتشوف الفرق الثانيه، فيقول لك لا الفرق الثانيه ما تلعبش في نفس التوقيت، فتضطر تلعب مباراه واحده وبقيه المباراه الثانيه تؤجل. زمان لا، هم ال 12 فرقه 6 مباريات بتلعبوا يوم الجمعه وبيتلعبوا في نفس التوقيت. طب ككوره بقى وكفنيات كانت زمان امتع الامور ولا دلوقتي؟ لا، ما هو زمان لان كان خفه الناحيه الماليه والضغوط الماليه بتاعت اللعيبه، كانت بس الكوره يعني ايه، شوف حضرتك انت شفت الفنان اللي هو بيقدر يشتغل حاجه بمزاج براحه بكده، بيبقى يعني يبدع لك حاجه كبيره، اما اللي هو زي الاله ما تحسش بيه. فطبعا زمان الكوره كانت لان بدون مقابل وبدون فلوس وبدون كده، والناس بتبقى فرحانه، اللعيبه بتبقى مبسوطه، الجمهور بيبقى مبسوط، تبقى حاجات يعني الجو غير. بس طبعا احنا الدنيا اتغيرت، وكره القدم دلوقتي الاحتراف دخل فيها،
احتراف عندنا هنا في مصر. بس للاسف برضو يعني انا في ظاهره هنعمل ايه، ما احنا اتحطينا فيها. ايه هي الظاهره؟ ان كم الملايين اللي بيتحط في اللعيبه اللي موجوده عندنا لا تساوي حقيقه اداء اللاعبين. مش على انا ما بتكلمش على النادي الاهلي، انا بتكلم كره القدم المصريه اللي على مستوى مصر كلها. لو تشوف الملايين، يعني اي فرقتين حط الملايين اللي عندهم، هل ده بيساوي لي اي ماتش بيطلع لي مثلا 100 مليون 300 مليون 400 مليون بيلعبوا؟ يعني عدد قيمه اللعيبه 400 مليون في الملعب، 400 مليون جنيه، هل ده يساوي ده؟ ما بلاقيش يساوي ده. ليه؟ لان الاحتراف دخل عندنا ودخل وما تنظمش، ولحتى الان لم ما تنظمش صح، ولو هيتنظم هيبقى فيه كره احسن. والنادي الاهلي مظلوم، مظلوم. انت هتقول لا معقوله مظلوم؟ الناس بتقول النادي الاهلي محظوظ. ايوه هو محظوظ، لان اللي بيجتهد الحظ بيجيله. ما انت ما تنامش وما تعملش حاجه وتقول انا حظي وحش. لا الحظ دايما بينحاز للمجتهد، كل ما كنت انت مجتهده هتلاقي الحظ يجيلك. فاذا ده المجتهد. النادي الاهلي محظوظ ليه؟ لان النادي الاهلي المفروض اعلى قيمه تسويقيه للاعيبته، فمفروض ما حدش هيزيد عليه، فمفروض لعيبته تكون اغلى لعيبه، فمفروض كل ده، كل ده بيحمل ميزانيه النادي فلوس وبيحملها. والنادي الاهلي عنده طرقه وبيهوله والتسويق والحاجات دي بيكون بشكل رائع. يعني بصراحة عاملها بطريقه يعني خرافيه. اذا بيقدر يوازيها، لكن في انديه تانية ما تلاقيش، ما عندهمش السبونسر دول، ما عندهمش فلوس، يعملوا ايه؟ هتلاقي مديونين والناس ما فيش، واللعيبه ما بتاخدش فلوس، والانديه ما عندهاش فلوس. دي بتؤثر يا كريم يا هوندا على مستوى الكوره في مصر. تذبذب في الاداره، وده عالميا مش بس محليا، بيؤكد ان ده بيؤثر على اداء اللعبه. شفنا حتى برشلونه في الفتره اللي كان طبعا فيها مشاكل، مان يونايتد، غيره وغيره من الانديه كلها بتؤثر على اللعبه وعلى النتائج طبعا. فطبعا الناحيه الماليه اكيد انها هتاثر عليهم. طب واحنا برضو هنا برضو بتاثر على الفرق، وخصوصا الفرق اللي ما عندهاش القدره التسويقيه للمنتج بتاعها. صحيح. من لعيبه الكوره. طيب هو فاضل دقيقه، نقدر نقول في الدقيقه دي ان احنا باذن الله هنفرح يوم الجمعه كده؟ يعني احساس يوم الماتش السوبر ان شاء الله باذن الله هنفرح السوبر باذن لو الله. لو كسبنا هكلمك يا كابتن فتحي. لا ان شاء الله باذن الله، يعني السوبر هيكون من نصيب النادي الاهلي باذن الله، بحاله النادي الاهلي، سفر النادي الاهلي قبلها بمده، الاقامه والتكيف بقى عنده ادابتيشن اليومين الثلاثه اللي قعد فيهم، بقى في تركيز طب، بقى في وعي، بقى في عندهم احساس، بقى عندهم مسؤوليه اكتر، ان هم لابد ان الحق هو اللي خلاهم يلعبوا بكل فرقتهم، مفيش حد اتخلف والقانون هو اللي مشي. فدي هتديهم دفعه تانية ان لابد ان احنا نثبت للعالم ونثبت للناس ان النادي الاهلي هو فعلا احق باي منافسه هيشارك فيها، منافسه شريفه سليمه طبعا. وباذن الله ربنا هيوفقنا ان شاء الله، نسعد كلنا يوم الجمعه باداء وبنتيجه مرضيه لجماهير النادي الاهلي. نورتنا شكرا كريم. برضو مش دي بس انا هوندا اللي هتتكلمي، يعني هتكلم كريم هيكلمك برضه لازم ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا كابتن. شكرا كابتن فتحي، شكرا كريم. اسبوع كان حقيقي رائع جدا بعد العوده من يعني اجازه رمضان. نشكر حضراتكم على متابعتنا، وباذن الله نيجي يوم الاحد واحنا بنبارك لنفسنا ونبارك ونستمر بقى كريم. يعني المباراه يوم الجمعه، بس خلونا نفرح يومين ثلاثه، ما فيهاش حاجه ان احنا يجي انه يوم الاحد كمان هيقول لك افتكري افتكري كلمتي، هيقول لك ده العادي، ده بتتقلب، ده العادي بتتقلب بالليل بعد الساعه 12. والله ما بنلحقش خلاص، عشان هو ضريبه النادي الاهلي كده، هو النادي الاهلي كده. كل التوفيق باذن الله على كل حال للفريق الاول عندنا، واحنا واثقين باذن الله ان الفوز هيكون لصالح النادي الاهلي. نشوفكم الاسبوع القادم انا وكريم ان شاء الله، وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.